تلعب على أرضك، تلعب على أرض الغير، تلعب ناقص العدد، تلعب كامل العدد، هتفضل الأهلي زي ما أنت. حاجة مشرفة وحاجة جميلة، وهبدأ زي ما أنا متعودة مع حضراتكم صباح النصر، الكلمة اللي وشها حلو الحمد لله يا رب إن إحنا دايما بنقولها ودايما بنكون فايزين، ودايما الأهلي بجد بيسعدنا وبيشرفنا. مباراة كانت جميلة فعلا امبارح، استمتعنا مش بس كسبنا، إحنا استمتعنا بالمباراة كمان. صباح الفل. صباح الفل عليكي، واستمتعنا بدرجة 1000000%، والأهلي إن شاء الله في طريقه للنهاية. الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة ال 14 في تاريخه، وللعام الثاني على التوالي بحثاً عن النجمة العشرة، وإن شاء الله العشرة يا أهلي. صباح الفل عليكم وأهلا بكم جميعاً، وبداية حلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. نبدأ بقى كده ونقول الفقرات اللي معانا. فقرة أولى هيكون معانا أستاذ حاتم أنديل، صاحب رقم قياسي هو في التجديف منفرد، ده بطول نهر النيل. الفقرة الثانية لازم أكيد هنتكلم عن المباراة أمس وكمان ما هو قادم، ونحلل شوية. معانا دكتور أحمد ثابت محلل أداء بقناة الأهلي، فأعتقد هتبقى فقرة في غاية الأهمية، تابعونا. نبدأ بقى، ولازم قبل ما نخش في التفاصيل نقول تاني مبروك لكل جماهير الأهلي، يعني الوصول هنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا بنتكلم للمرة إلا 14 في التاريخ. كانت مباراة حقيقي، كانت مباراة ممتعة جدا، فوزنا على فريق الترجي التونسي بهنا بثلاث أهداف بالأمس، كانوا نظيفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكده نقدر نقول بقى المجموع بقى 4-0. يعني زي ما حضراتكم تابعتوا حاجة كانت جميلة جدا جدا، ولازم نهني الأهلي واللاعبين وجهاز فني ومجلس إدارة، يعني كابتن بيبو، كل الناس اللي كانت موجودة وكل الناس اللي بتتعب حقيقي. يعني الأهلي فعلا عنوان للسعادة ودايما مصدر الفرحة لينا زي ما احنا بنتكلم، ولا غيره يفرحنا. ايوه ولا غيره هنغني احنا دخل. ايوه طبعا، مليون مبروك لكل حضراتكم، مليون مبروك للنادي الاهلي وكل جماهيره وجهازه الفني والاداري. مباراه كانت رائعه وحاسمه بالمعنى الحرفي للكلمه. بعد الجول الاول الامور صعبت كتير على الترجي التونسي، بعد الجول الثاني الموضوع بقى اصعب واصعب، الثالث بقى كان القضيه بالمعنى الحرفي. طبعا اصرار على تحقيق الفوز والوصول الى نهائي البطوله الافريقيه، اداء ممتاز من كل اللاعبين، روح قتاليه عاليه جدا، ودايما لعيبه النادي الاهلي الحقيقه، ودي حاجه ملحوظه جدا جدا جدا، دايما هدفهم ان هم يوصلوا بينا للنهائيات والفوز بالبطولات، ولا شيء غير الفوز والتتويج بالبطولات. بكده طبعا النادي الاهلي هيواجه في النهائي كايزر تشيفز الجنوب افريقي اللي فاز على الوداد المغربي بمجموع اهداف المباراتين بنتيجه 1-0، وان شاء الله ان شاء الله العشره هتكون اهلاويه. المباراة بتاعت الوداد وكايزر تشيفز برضه لو انت تابعتها كريم كانت مباراة حلوة بصراحة. الوداد لعب حلو جدا على فكرة، ده اللي كان غريب. بس احنا لو هنتكلم من منطلق الاهلي، يمكن برضو ضيوفنا اللي كانوا موجودين لما طرحنا عليهم السؤال هنا، تحب النهائي يبقى او بتفضل النهائي يبقى مين؟ الوداد. فكل كان اجمع ان اكيد كايزر تشيفز، فان شاء الله برضو تبقى مباراه قويه ونشوف يعني لعبه حلو، واكيد يكلل بفوز الاهلي. احنا بنتكلم في مباراه امس، سجل اهداف الاهلي علي معلول كان تحديدا في الدقيقه 38 من ركله جزاء صحيحه احتسبت لصالح طاهر محمد طاهر، كانت حلوه جدا بصراحه. محمد شريف كمان في الدقيقة 56 تحديدا، ده كان الهدف الثاني من تمريرة ساحرة من محمد مجدي قفشة. امبارح يا كريم قفشة كان أكثر من رائع، يعني وفايق ورايق ولذيذ ويوزع تمام، وتمريرات 100% وحاجة جميلة. قفشة حقيقي يعني لعبة أو تمريرة سحرية، لأن هو كان أكثر من رائع امبارح في المباراة تحديدا كمان لو هنتكلم. بعد كده برضو تمريرة سحرية أكثر هنقول لقفشة اللي كانت في الدقيقة تحديدا 62 لحسين بقى هنا الشحات، واللي سجل منها الهدف الثالث. مباراة كانت قوية مع محاولات هجومية مستمرة بتهيألي كلنا لاحظنا من الأهلي، ترجمت لثلاثة أهداف عشان نصعد بقى للمباراة النهائية. كل التوفيق للفريق بإذن الله. وطبعا يا حضرات كالعادة مباريات النادي الأهلي ما بتكونش مجرد مباريات والسلام، لا، ده بيكون دايما وراها مجموعة كبيرة من الأرقام المهمة، وفي بعض الأحيان أرقام قياسية كمان. يعني لو اتكلمنا عن مباراة الأمس، فالأهلي هو أول نادي يفوز ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري الأبطال لموسمين متتاليين، وكمان الوصول لنهائيين متتاليين لدوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه. كالعادة النادي الأهلي بيحطم الأرقام يا جماعة، ده التاريخ ودي الأرقام. أيوة. يعني ما حدش بيجيب حاجة من عنده. والجميل كمان إن أنت بتشوف فريقك، بتشوف الأهلي إن هو ماشي بكل ثقة، في طموح، ماشي في طريقه عشان استعادة لقبه المفضل وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الابطال، وكمان عشان يسعد جماهيره ويسعدنا جميعا ويوصل بقى للنجمه العشره. الموعد هيبقى امتى ان شاء الله؟ المفروض 17 يوليو المباراه
الله هتكون مباراة النهائي بقى أمام كايزر تشيفز، والجنوب أفريقي في العاصمة المغربية هيكون الدار البيضاء. إن شاء الله كل التوفيق مرة تانية، وهنفضل نقول وندعي لغاية يوم المباراة الحاسمة بإذن الله. وكان عادة ما فيش فريق سهل، يعني امبارح كان لقاء الوداد مع كايزر تشيفز الحقيقة كان قوي، والفريق المغربي كان مسيطر على المباراة وأهدر فرص كتير. على كل الأحوال إن شاء الله إن شاء الله الماتش النهائي بإذن الرحمن يكون لصالحنا. تعالوا بقى نروح على موسيماني اللي كان متألق امبارح، يعني كل التألق وكان ليه شطات كتير كده، هو بيقول ياس، يعني كان تعبيراته كانت لطيفه جدا، والحقيقه كان امبارح برضو تحكمه في مجريات الامور كان ملحوظ جدا، التبديلات اللي عملها كانت مهمه جدا. ويعني الحقيقه امبارح قال جمله في منتهى الاهميه، وهي ان كره القدم بتهتم دائما بكيفيه نجاحك في انهاء المباريات وليس بالضروره في بدايات المباريات. قال كمان ان النادي الاهلي قدامه خطوه واحده فقط تفصله عن اللقب العاشر. تعالوا نشوف مع حضراتكم دلوقتي جزء من اللقاء اللي تم اجراؤه بالامس مع كيتسو موسيماني بعد انتهاء المباراه. اتفضل. هو الساحر الجديد مستر بيتسو موسيماني. مستر بيتسو برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وبقول لك مبروك مبروك على تعبك، على مجهودك، على الشغل الكبير جدا اللي انت عامله في فريق النادي الاهلي. اول مدير فني في تاريخ النادي الاهلي يحقق 4 انتصارات في متتاليه في الدور نصف النهائي، الوداد ذهابا وايابا والترجي ذهابا وايابا. يا شكرا. What can I say? Thank you for the good words you're saying. الحمد لله. We have good support around us. The players are responding very well to the game and we are taking the opportunity. بقول حياتك اشكرك على كلامك الجميل، ما اعرفش ممكن اقول ايه، بقول الحمد لله. احنا كان لنا فرصه، اللعيبه استجابت الكلام ونفذت الكلام، كان عندنا فرصه كويسه يعني ان احنا نحقق النتيجه اللي حضرتك قلت عليها ذهاب وعوده. مستر بيتسو تعاملت بمنتهى الاحترافيه مع فريق الترجي في مباراه الذهاب في وسط ضغوط، قدرت تحقق الانتصار، نسيت المباراه الاولى، جهزت اللاعبين للمباراه الثانيه، النهارده بتحقق الانتصار ب3 اهداف. Yeah, we don't really look who we're playing against. We know the quality of the players of the team we play against in the semi-final. And once you reach the semi-final, you'll always find the Taraji, you'll always find the Mamelodi Sundowns, you'll always find the Wydad. That's the life of Champions League at that level. But we do our best, and yeah, our best is good at this point in time up till now. But we haven't won the cup. We still have one more step to go. بيقول لحياتك احنا يعني الترجي فرقه كبيره، بس احنا ما اكدناش على الترجي كترجي، لعيبه كويسه، لان طبيعي اي فرقه هنقابلها في الدور قبل النهائي هتكون فرقه كبيره، سواء الترجي سواء مامون سان داون سواء اي فرقه من فرق افريقيا اللي توصل دور قبل النهائي فرقه قويه. احنا عملنا الشغل بتاعنا، عملنا اللي علينا، والحمد لله اللي علينا كان مثمر لغايه دلوقتي، المفروض نعمل كده، بس احنا لسه قدامنا خطوه النهائي عشان نكسب اللقب. فريق النادي الاهلي اصبح هو النجم. مستر بيتسو موسيماني خلى الفريق النجم في ظل غيابات، بنشوف لعيبه بتبقى بعيده عن المشاركه، اكرم توفيق بنشوفه في المباراتين، حسين الشحات النهارده بيرجع لحاسه التهديف، كهربا، محمد مجدي قفشه بعد الغيابات، الاهلي هو النجم. No, everybody is important in Al-Akhli. So we have to show confidence on the team, on the players, and I trust every player. If you get a chance to play, you must use it. Akram got a chance, he's using it. Sharif didn't start very well, but now he's scoring, we keep him in the team. Why not? So everybody is important in the team, and they have equal chances. Tyre is playing good football also now, and he's helping us, Tyre, a lot. It's a collective, it's a good team, it's players who wants to play for the team. Yes, we don't have those big players of Abu Trika, as I said, Walgoma, Barakat. We don't have that, and I'm not Manuel Jose. We're just doing our best slowly to win what we have, and we're winning what is in front of us at this point in time. And that's the best we can, but our supporters must be patient with us. We're not the best yet. هو بيقول حياتك فعلا اللعيبه كلها مهمه بالنسبه لنا، مفيش لعيب. بيقول اكرم غاب فتره ورجع وادى كويس، طه لعيب كويس، كمان اللعيبه كلها، طه لعيب برده بدا دلوقتي لعيب كويس، شريف الاول ما كانش بدايته كويسه، دلوقتي بقى لعيب كويس ومؤثر، فكل لعيبه مؤثره بالنسبه للفريق. احنا الجيل ده ما هوش جيل كبير زي جيل ابو تريكا ووائل جمعه وبركات، وانا مش لعيب كبير زي مانويل جوزيه، بس لازم نصبر. احنا ما عندناش لعيبه اللي هي نجوم زي لعيبه الجيل ده، بس لازم نصبر، بطل من الجماهير تصبر، لان احنا بندي كل علينا على قدر امكانياتنا في الفتره الحاليه، بس لسه قدامنا لسه شويه حاجات كتير نعملها، لسه ما وصلناش للمستوى اللي احنا متوقعينه من الفريق.
عايزين نقول له انت بقيت عند جماهير النادي الاهلي مانويل جوزيه، جماهير النادي الاهلي بتثق في مستر بيتسو موسيماني، واعتقد اول تصريح ليك لما جيت توليت القياده الفنيه للنادي الاهلي انت بتوفي بوعدك لجماهير النادي الاهلي. Yeah, I'm happy if we can give the title, the 10th title to Ali. I'll be very, very happy to do that. And it's an honor for me. But we should keep our feet on the ground. We haven't won the Champions League. We are one step, only last step to win it. And I hope we focus, we concentrate. And inshallah, God will help us, we win it. بيقول لحضرتك طبعا اتمنى اكسب الكاس ال 10 ونهديها لجماهير النادي الاهلي، بس لغايه دلوقتي لازم نحط رجلينا على الارض، واحنا لسه خدناها خطوه، وخطوه دي مهمه، خطوه النهائي لما نكسبها ان شاء الله يبقى نهدي الكاس. لكن المفروض احنا لسه ما خلصناش، يعني لسه البطوله يعني لسه ما وصلناش النهائي وما كسبناش حاجه، لسه ما حققناش حاجه في البطوله. طيب يعني دايما موسيماني لو هنعلق سريعا كده على التصريحات او يعني دايما وجهات نظره في اي مباراه اعتقد بتبقى اكتر من محترمه، لان هو دايما بيركز على يعني اكيد الايجابيات بس بيحب يركز دايما على السلبيات. هو قال حاجات مهمه جدا لما اتكلم عن اللعيبه كمان، هو بجد امبارح احنا وانا يعني انا بضم صوتي فعلا واعتقد كلنا لموسيماني، امبارح اللعيبه كان كل واحد بطل في الملعب. امبارح شفنا لعب حلو جدا فردي وفي نفس الوقت تيم وورك حلو جدا، ده غير قفشه طبعا كبلاي ميكر كان اكثر من رائع، مش هنقعد نتكلم كتير هنحلل مع ضيفنا، لكن امبارح فعلا اللعيبه كانوا ابطال، حاجه كانت جميله بجد امبارح، وانا من الناس اللي عارفه تقعد تتفرج اللي هو مبسوط وانت بتتفرج على الماتش. طبعا امبارح كان اداء مميز كان نفسنا جدا. بس نروح بس معلش مرفوقه ان شاء الله ربنا بقى يعفي وان شاء الله جماهير ترجع مره ثانيه تنور وتزلزل كده مدرجات الاستاد. وبرده من ضمن القواسم المشتركه في معظم احاديث ان ما كانش في كل احاديث بيتسو موسيماني ايا كان الماتش خلص احنا عيننا على اللي بعد اللي يعني برضو طبعا. قالها في وسط الكلام احنا لسه ما يعني قدامنا الحصول على كاس وبنسعى جاهدين لهذا الامر، فدي برضو الموضوعيه حلوه يعني من الامور المميزه والمميزه لبيتسو موسيماني. وبرده ده شويه شبه اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ، هو بيتكلم او يعني قال هنا احنا خلاص حسم تاهله الاهلي للنهائي على حساب فريق كبير جدا، لكن لسه لم يحصل على البطوله. يعني كلام مهم ان احنا برضو ايه نركز فيه. خلينا نروح نسمع يعني جزء من كلامه ونرجع نكمل. الحمد لله طبعا هو الاهم ان انت وصلت خلاص، يعني ده بتتكلم على سيمي فاينال اقوى بطوله في القاره يعني، وده مهم جدا. بتتكلم على مباراه الاهلي والترجي، بتتكلم على بطل 2020 بيلعب بطل 2019 و2018، يعني قوه المباراه الاهلي بطل 2020 بيلعب بطل 2019 و2018، نتيجه كويسه. الناس كانت بتسالنا وبتقول لنا او بتقول لي يعني مثلا يعني احنا قلقانين ليه، احنا كسبانين هناك ازاي، ما قلقش وانا بلعب بطل 2019 و2018. مهم جدا في كره القدم الحظر يعني، الحمد لله طبعا على كل شيء. مهم جدا ان انت تعدي، لكن في النهايه التارجت لسه ما اتحققش، احنا واصلين لابعد نقطه في البطوله لكن ما خدناش البطوله. ده مهم ان المفهوم ده يوصل للناس. يعني هتبقى عندنا مباراه نهائيه هتبقى يوم 17، لحد دلوقتي الميعاد ده يعني هنشوف هنعمل ايه فيها ان شاء الله، لكن عندنا يعني وقفه محليه كده شويه عايزين نركز فيها ونخش فيها بسرعه، مش عايزين نعيش الاجواء بتاع البطوله الافريقيه، مش عايزين ننساها، لكن في نفس الوقت عندنا خطوه يعني مهمه جدا في مشوارنا المحلي. عندنا مباراه مع بيرمنز يوم يوم الخميس ان شاء الله، مهمه جدا في مشوارنا وتكمله حفاظنا على اللقب باذن الله المحلي ان شاء الله. كابتن سيد، كان طبيعي متوقع ان فريق الترجي التونسي يضغط ويبدا المباراه مغلوب على ملعبه، طبيعي انه يضغط، لكن كان الاهم هي شخصيه اللاعبين في التعامل مع هذا الامر، هدوء وثقه في دكه البدلاء انعكست على اللاعبين في الملعب. طبعا يعني انت بتتكلم على حد خسران من ارضه طبعا او في ارضه، فوضع طبيعي ان هو يكون عايز يعمل كده يعني الحمد لله، لكن في النهايه انت كمان لازم يبقى عندك مفهوم ده ان الكوره طالما فرق ماتش كبير اكيد هيبقى فيه فرص هنا وهنا، واكيد هيبقى فيه استحواذ هنا وهنا، واكيد هيبقى فيه قدرات هنا وهنا يعني، لكن المفهوم اللي لازم تخش بيه، المفهوم ان انت تتعامل معاه ان انت لازم شخصيتك تكون قويه جدا. على فكره الشخصيه القويه مش في الهجوم بس، على فكره حتى في الحته الدفاعيه يعني، يعني في ناس كتير جدا بتقول لك يعني ده عمل جيم دفاعي، وضع طبيعي جدا ان انت يبقى عندك القدرات اللي تخليك تعمل جيم دفاعي، ده وضع طبيعي في الفرق الكبيره يعني، لكن كمان لازم يبقى عندك القدرات اللي تخليك يبقى كده الافضليه. ده حصل لنا يعني البينالتي، وحاله البينالتي انا ما اعرفش برده ما اتحسبتش بشكل مباشر ليه، يعني دي واضحه جدا 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 يعني احنا شايفينها على بعد مثلا 300 400 متر يعني، لكن في النهايه الحمد لله على كل شيء يعني. انا عايز اقف عند حاله البينالتي، لان الجميع كله بيتكلم على البينالتي، انا شفت الكابتن سيد عبد الحفيظ ما بيتكلمش على البينالتي وبس، بيتكلم على كارت احمر. يعني انا
انا نقاشي معاه مش ان هو مش هيحسبها، انا متاكد ان هو خلاص لما هيروح هيشوفها، يعني لما راح للفار انا متاكد خلاص ان هو هيحسبها بنالتي، ده ما فيهاش شك وما فيهاش نقاش، لان صوره هتكذب فيها ازاي يعني. لكن القانون بقى ساعتها هو ده الاهم بالنسبه، يعني النقطه الاولى بقت عندي خلاص، انا متاكد ان انا خدت رقم واحد. رقم اتنين بالنسبه لي هيديني افضليه ثانيه هو يتنفذ القانون، يعني ان يتنفذ القانون ان هي حاله الطرد اللي هي باينه جدا وواضحه جدا، يعني لان ده واحد رايح للجون بشكل مباشر، الدفع كمان من الجزء العلوي يعني، فكل دي في القانون تديك كارت احمر على طول. يعني اكرم توفيق وحسين الشحات واحنا بنتكلم معاهم قال لك دور الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي وصام معانا. اكرم لما كان بعيد عن المشاركه النهارده بيلعب مباراتين ذهاب واياب، حسين الشحات النهارده هو بعيد وشفته جري عليك يا كابتن بعد الهدف وراح لحضرتك. بص يعني لازم تبقى فاهم كويس جدا، المشوار لما يبقى طويل والموسم لما يبقى طويل ولما بتشارك في بطولات متعدده الناس كلها لازم تكون جاهزه، دورنا احنا ان هو تبقى جاهزه فنيا معنويا نفسيا معنويا، يعني الجزء الفني طبعا خاص ببيتسو موسوماني، لكن في النهايه لازم تحضر الناس كلها، يعني في تفاصيل صغيره في الشغل لازم الناس كلها تبقى عارفاها. التفاصيل مش ان انت تيجي تتمرن وتمشي، انت كمان لازم تكون سعيد وانت جاي التمرين، لازم تكون فرحان وانت جاي التمرين، لازم المود بتاعك يبقى كويس وانت جاي التمرين، ازاي هتمتع الناس وانت جواك مش مستمتع اساسا؟ يعني ممكن تعمل شويه حاجات صغيره، ممكن يبقى عندنا رصيد في امور خارجيه بتنعكس داخل الملعب، يعني ممكن في حاجه ممكن الناس تشوفها انها عاديه جدا وايه اللي ممكن يحصل يعني عشان تجيب نتيجتها، لكن تاثيرها انا عارفه كويس قوي. النهارده اكرم كان غايب بقاله فتره، واحد من نجوم اللقاء هنا وهناك اكرم توفيق، يعني بتتكلم على مثلا يعني على حد ممكن اجاي النهارده عامل دور كويس قوي، نزل بشكل كويس قوي، كهربا النهارده كان ممكن يسجل، حسين يعني النهارده بيأدي دور كويس جدا جدا جدا، انت ما تعرفش مين، وليد سليمان طبعا، كل المجموعه مش عايز انسى حد، كل المجموعه، لكن اقصد اللي ممكن الناس بتاخد عدد قليل من المشاركه، يعني انا ما اعرفش النقطه الفاصله ربنا كاتبها لمين، فعشان كده لازم تحضر كل الناس على الاستعداد او يبقى حاضرين بذهنهم. يعني مواجهه كايزر تشيفز وبعض الجماهير كانت ممكن من الممكن يعني بعض الاقوال تتقال دلوقتي ان هو فريق اسهل من الوداد، مش اكيد انتوا مش هتوصلوا ده للاعبين، لان فريق وصل للنهائي اكيد فريق يعني فريق قوي وفريق الاحترام. اصلا مش هوصل حاجه غير الحقيقه مش هوصل حاجه غير الحقيقه، الحقيقه بتقول اول عنا على المباراه النهائيه، لكن عندنا اربع مواجهات محليه مهمين جدا 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 جدا، عندنا مباراه مع بيراميدز يوم الخميس، مش عايز اقول فاصله بشكل نهائي في البطوله لكن مهمه جدا في مشوارنا وحفاظنا على اللقب المحلي، عندنا مباراه مع سموحه يوم 4، عندنا مباراه يوم 8 مع المقاولين، عندنا مباراه يوم 11 مع المخاصه، ثم المباراه الختاميه والنهائيه 17 لحد دلوقتي مع كايزر تشيفز، يعني عنا عليها تمام، لكن هنخش في مشوارنا المحلي. يعني كايزر تشيفز مش عايزين نقع في الفخ اللي وقع فيه كتير جدا من الانديه وكتير من الانديه المحترمه، قالوا على كايزر تشيفز ان هو مش هيصعد من دوري المجموعات، يعني المرشح الاول والثاني في دوري المجموعات في مجموعته الرابعه كان الوداد وحوريه كوناكري، مظبوط، قالوا كايزر تشيفز مش هيعدي من سيمبا، عدى من سيمبا، قالوا كايزر تشيفز مش هيعدي من الوداد في قبل النهائي، عدى من الوداد، فاحنا مش عايزين نقع في نفس الفخ، هي مباراه نهائيه ختاميه على اقوى بطوله قاريه هي دوري الابطال، المباراه وتفاصيلها واستعدادها لازم يبقى انت ذهنك حاضر وعارف كويس قوي. كايزر تشيفز احنا لعبناه في حياتنا كلها مره واحده، دي اللي هتبقى الثانيه، المره الاولى كانت في كاس السوبر 15/3/2002، كانت على كاس السوبر الافريقي، النهارده بتلعب على دوري الابطال، يعني نصيبنا وقدرنا ان احنا نلعب كايزر تشيفز على طول في اقوى البطولات، فاحنا رايحين نلعب فرقه هي كمان يعني داخله المباراه النهائيه اللي تركيزه اعلى واللي ربنا موفقه ولازم يبقى يعني ان شاء الله الرحمن يبقى الفوز حليف، واتمنى انه يكون احنا باذن الله، لكن تحضيرنا هيبقى جيد جدا ان شاء الله الرحمن، وان شاء الله الرحمن نخش بالمباراه بمنتهى القوه باذن الله. عايز اختم مع حضرتك كابتن سيد برقم قياسي بيعمله النادي الاهلي وبتعمله كجهاز فني، النادي الاهلي اول فريق في افريقيا يفوز في اربع مباريات متتاليه في الدور نصف النهائي، فزت على الوداد ذهابا وايابا والنهارده بتفوز على الترجي ذهابا وايابا، ده رقم قياسي بيسجل للنادي الاهلي. حلو الارقام وانا بحبها جدا ومن هواة الارقام، انا على مستوى الشخصي من هواة الارقام، لكن انا عندي التارجت الاعلى بيبقى في البطوله، يعني اما تقول لي اربع سنين ورا بعض بتاخد البطوله ده حاجه، دي حاجه حلوه جدا يعني، ان شاء الله الرحمن باذن الله باذن الله تعالى نكون حاضرين بشكل كويس زي ما قلت لك، عيننا على المباراه النهائيه لكن مش عايزين يعني ناخد بعيد عن تركيزنا في اللقاء المحلي اللي هيبقى يوم الخميس مع بيراميدز باذن الله. طبعا من امبارح بالليل وحتى هذه اللحظه بتنهال ارتهاني على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بمناسبه التاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هنأ النادي الاهلي وكل جماهيره وطبعا رئيسه الكابتن محمود الخطيب بمناسبه الوصول الى نهائي دوري ابطال افريقيا للمره ال 14 في تاريخه، واشاد باداء جميع لاعبي النادي الاهلي وتمنى التوفيق للفريق
في الدور النهائي للبطولة إن شاء الله. مجلس إدارة كمان شركة استادات الوطنية تقدمت بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية وجماهيره العريضة بالصعود للمباراة النهائية، وأشاد مجلس إدارة الشركة بأداء لاعبي النادي الأهلي في مباراته أمام فريق الترجي وإصرارهم كمان على تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم كان بأداء أكثر من متميز والصعود بالتالي للمباراة النهائية عن جدارة وعن استحقاق. شدد مجلس إدارة الاستادات أيضا على دعم الفريق وكافة الفرق المصريه المشاركه في البطولات القاريه والدوليه لمواصله هنا الانجازات اللي بتحققها الرياضه المصريه، واعتقد دي برضو لمسه جميله جدا. طبعا طبعا، وكمان مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه برئاسه المهندس هشام حطب يعني هنأت جماهير واعضاء ومجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وقال ان النادي الاهلي قدم اداء متميز وكان عند حسن ظن الجماهير ويقدموا اداء رجولي. ببلع معلش انا اسف ان ايه كنت خلينا نروح نتابع الطقس بما ان احنا كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات خلاص ابتدى فصل الصيف، وطبعا يعني درجات الحراره في ارتفاع زي ما احنا شايفين النهارده واحنا جايين الشغل، يمكن كان 8 احساسنا انه 38 احنا هنعرف هو كام، بس بجد الجو كان يعني حراره مرتفعه جدا وفي ساعات الصباح الاولى، يعني احنا دايما واخدين ان في ساعات الظهر الساعه 12 1 2 كان بيبتدي الجو يحرر، لكن فعلا درجه الحراره منذ ساعات الاولى وهي شديده الارتفاع بصراحه. واحنا بنتابع دلوقتي انا وكريم، يعني احنا طبعا 38 زي ما حضراتكم شفت، بس واضح ان احنا الفرق بيننا وبين الصعيد درجتين يعني او درجه زي المنيا. المنيا 39 واسوان 42، يعني مش بقول لك ده كل ده وده كله بيت كلام لسه ده لسه فتح كلام يا ست بكل ده، احنا ان شاء الله هنهيص الشهر الثلاثه اللي جاي ان شاء الله. خلينا نطلع فاصل سريع وهنرجع نكمل لسه اخبارنا ما خلصتش مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، وتعالوا بقى نروح نتابع اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وكافه فرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح النصر والسعادة عليكم يا نهواندو يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. صباح التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، يعني رجال النادي الأهلي خلاص على بعد خطوة واحدة من تحقيق لقب العشرة، يعني خليني أقول لكم أنه في حالة من الفرحة والفخر هنا داخل النادي الأهلي منذ أمس، وكعادة أعضاء النادي الأهلي بيحبوا يتابعوا المباريات المهمة داخل النادي وبيكون في حالة وأجواء من الاحتفال بعد الفوز في أي مباراة مهمة، ويمكن الأجواء مستمرة حتى الآن، يعني الفريق عمل مباراة كبيرة جدا، كانوا كالعادة على قد المسؤولية وقدروا يفوزوا على الترجي التونسي بنتيجة 3-0 وخلاص زي ما قلت على بعد خطوة واحدة من تحقيق لقب العشرة. خلونا بقى دلوقتي نبدأ بأخبار النادي الأهلي ونبدأ بالألعاب الأخرى بالتحديد لعبة كرة الطايرة، وزي ما رجال كرة القدم فرحونا أمس كمان ناشئين كرة الطايرة 15 سنة قدروا يفوزوا ببطولة الجمهورية طبعا بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة 3-0. المباراة كانت بتقام على صالة استاد القاهرة الدولي، رجال ناشئين كرة الطايرة عملوا مباراة كبيرة جدا وقدروا يحسموا المباراة لصالحهم، يعني طبعا ببارك لهم وببارك للجهاز الفني وان شاء الله مزيد من البطولات. كمان الحقيقة ان كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي اعلن عن العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق الاول لكرة الطايرة، يعني اعلن عن التعاقد مع اللاعب محمد عصران لمدة 4 أعوام. اللاعب أعرب عن سعادته الشديدة للتعاقد مع النادي الأهلي، والحقيقة أنه فخر كبير لارتداء قميص النادي الأهلي وأنه بيطلع أنه يحقق العديد من البطولات مع النادي الأهلي. أيضا كان تم الإعلان الأسبوع الماضي للتعاقد مع اللاعب محمد محسن أيضا لمدة 4 أعوام وتجديد عقد البرج الأهلاوي لاعبنا المميز عبد الحليم عبو لمدة موسمين. الحقيقة عايز أتكلم بالتحديد عن اللاعب عبد الحليم عبو، أعرب أنه لم يتردد دقيقة واحدة في التجديد للنادي الأهلي وأنه مضى على بياض، وهو ده اللي متعود عليه دايما مع النادي الأهلي أنه بيمضي على بياض يمكن منذ جاء للنادي الأهلي من 10 سنوات، يعني كل ده طبعا لتدعيم صفوف النادي الأهلي واللعب على جميع البطولات. بتمنى لهم طبعا كل التوفيق فيما هو قادر. خلونا نروح دلوقتي بقى لعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد النهاردة هيستأنفوا تدريباتهم طبعا بعد فترة الراحة بعد انتهاء الموسم الحقيقة الكبير جدا اللي عملوه سيدات كرة اليد، يعني يفوزوا ببطولة
المنطقه قدروا يفوزوا ببطوله كاس مصر وايضا ببطوله الدوري. النهارده خلاص هيستأنفوا التدريبات استعدادا بقى للموسم الجديد. هيكون التدريب على فترتين، فتره بدنيه الاول الساعه 5 هتكون على صاله الجيم، وبعد كده هيكون في فتره فنيه اكثر على الصاله هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. التدريبات الفنيه، التدريب الفتره الثانيه هيكون من الساعه 6 مساء حتى 8 مساء. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان خلوني اقول لكل مشاهدينا انه كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق كان عقد جلسه مع اللاعبات الاسبوع الماضي بالتحديد يوم الاربعاء. الحقيقه كان حفزهم لبدايه الموسم الجديد وقال لهم ان شخصيه البطل هي الاستمرار في تحقيق البطولات، وان هدفهم في الفتره القادمه هو تحقيق جميع البطولات ايضا لهذا الموسم. يعني بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق، وعندنا ثقه كبيره جدا في سيدات كره اليد. يعني ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه. خلونا دلوقتي نروح للاخبار الاجتماعيه. والنادي الاهلي استضاف وفد حمله اختلافنا مش بيفرقنا، بمشاركه طبعا مجموعه من الاطفال من مصر وسوريا وجنوب السودان، طبعا في اطار شراكه النادي الاهلي مع منظمه اليونيسف التابعه لليونايتد نيشنز او الامم المتحده. هدف الحمله هو دعم فكره الدمج المجتمعي في مصر بين الاطفال طبعا بكل الجنسيات، وجاء ذلك احتفالا بيوم اللاجئين العالمي الموافق ل 20 يونيو. والحقيقه ان ده بيثبت ان النادي الاهلي له دور كبير جدا ايضا في المجتمع، مش بس دور رياضي. يعني دي كانت ابرز الاخبار. خلوني كمان قبل ما انهي فقرتنا اقول لكم الاجواء داخل النادي في حاله من النشاط والطاقه الايجابيه. يعني الاعضاء بداوا بالفعل التواجد في مقر النادي هنا بالجزيره منذ الصباح الباكر، وكمان في سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه للنادي. يعني دي كانت ابرز الاخبار وكمان الاجواء. العوده لكم مره اخرى في الاستوديو. جميل كالعاده، طبعا معلومات كافيه ووافيه بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. حاجه جميله ان الاعضاء، بص جو حر جو برد جو خريفي جو ربيعي، الاعضاء بيبقوا دايما متواجدين في النادي وبالاعمار المختلفه، حاجه جميله جدا. وزي ما هنا يعني نقلت لنا الصوره، انت بتبقى رايح بقى ايه بعد المباراه وانتصار كمان فريقك، رايح مبسوط رايح كده يعني ببوزيتيف انرجي زي ما بيتقال. يا رب دايما كده الاهلي زي ما بنقول يفرحنا. شكرا لك يا هنا جدا. خلينا ننتقل بقى دلوقتي نروح مقر جريده اليوم السابع مراسلتنا العزيزه مريم سميح عشان نعرف منها اخر الاخبار في الصحف والمواقع. واكيد هسالك يا مريم في البدايه عن ازاي تناولت الصحف المختلفه فوز الاهلي بالامس. المهم كمان ان احنا نعرض الصوره دي، ده غير السوشيال ميديا امبارح اللي كانت يعني جماهير الاهلي مسيطره فيها. اتفضلي يا مريم. يا صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بصبح عليك يا نهواند، بصبح عليك يا كريم. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة اليوم السابع. زي ما انت قلت يا نهواند بالظبط، الحقيقة ان الأهلي تصدر، او بطبيعة الحال يعني كان من الطبيعي ان هو يتصدر كل عناوين الصحف ويعتلي كمان منصات السوشيال ميديا. يعني زي النهاردة تحديدا الاسبوع اللي فات او يوم الاحد اللي فات تحديدا كنت ببارك لكم على فوز النادي الأهلي في ذهاب نصف يعني دوري ابطال افريقيا، والنهارده ببارك لكم وبارك لنفسي ولكل جمهور النادي الاهلي في الفوز على في مباراه الاياب. وان شاء الله يوم 17 اكون معاكم برده ومبارك لكم 17 يوليو المقبل على تتويج النادي الاهلي بالنجمه العشرة. الحقيقه ان اول عناويننا النهارده من موقع اليوم السابع، جماهير الاهلي تسيطر على السوشيال ميديا بعد صعود المارد الاحمر لنهائي افريقيا وتخطي حاجز الترجي التونسي. 17 ترند عبر تويتر من اصل 30 التدوين على المباراة، حلم النجمة العشرة يقترب من جدران الجزيرة. سيطرت طبعا جماهير النادي الأهلي مساء أمس وكمان مستمرة لحد صباح اليوم على منصات السوشيال ميديا المختلفة سواء تويتر فيسبوك انستجرام، طبعا تزامنا مع مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي واللي انتهت بثلاثية نظيفة في مباراة العودة واللي صعد من خلالها المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا في خطوة جديدة نحو النجمة العشرة. الحقيقة يعني أن نصر الأهلي كان هو المسيطر على كل يعني منصات السوشيال ميديا وعلى قائمة الأكثر تدوينا وتغريدا عبر تويتر ب 17 هاشتاج من أصل 30 من أجل التدوين ومساندة الفريق كمان واللي قدم مباراة الحقيقة رائعة إن انتهت بثلاثية نظيفة. طبعا يعني هز شباك الترجي التونسي علي معلول، محمد شريف وكمان النجم حسين الشحات. عايزين نتكلم على
قائمة الهاشتاجات اللي جت في مباراة الأهلي والترجي، واللي تصدرت القائمة كانت يعني كالتالي: الأهلي العشرة، أكرم توفيق العشرة يا أهلي، كهربا، حسين الشحات، علي معلول، شريف المخيف، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، كمان غول إفريقيا يلا يا أهلي، الشناوي، الترجي والأهلي، وكمان النجمة العشرة. كمان شهد موقع فيسبوك، زي ما احنا عارفين طبعا يعني ان الشعب المصري دايما بيركز على الكوميكس بشكل كبير جدا في الفيسبوك، بقى فيه الحقيقة خف الظل على هذه الكوميكس بعد فوز النادي الأهلي في أي مباراة. كان فيه الحقيقة كوميكس كتيرة جدا متعلقة بفوز النادي الأهلي في تلك المواقف، وكان يعني يتصدرها علي معلول تحديدا. من موقع في الجول: أمطر شبكهم وقص عليهم، كيف تفاعلت صحف تونس مع فوز الأهلي على الترجي؟ الحقيقة يعني زي ما بنقول وشاهد شاهد من أهلها، الحقيقة أن كل صحف تونس تناولت يعني فوز النادي الأهلي على الترجي بشكل يعني محايد. في صحف الحقيقة أن هي اكتفت أن هي بس بتتكلم على خروج الترجي التونسي من دوري أبطال أفريقيا، ولكن بعض الصحف الأخرى الحقيقة أن هي أشادت بمستوى النادي الأهلي وبفوز النادي الأهلي وتقديمه مباراة رائعة. يعني البداية كانت من صحيفة تونس الرقمية، نشرت الخبر وكتبت: الأهلي المصري يمطر شباك الترجي ويقصي من رابطة الأبطال الإفريقية. كمان من صحيفة الصباح كتبت: الأهلي يقصو على الترجي، بينما اكتفت صحيفة الشروق بعنوان: الترجي يغادر دوري أبطال إفريقيا. كمان علقت يعني الجوهرة اف ام وكتبت: الأهلي يصعد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي. ونشرت موازيك اف ام الخبر وأعلنت: الترجي الرياضي يودع دوري الأبطال. من جريدة الشروق: اختبار صعب للبرتغال أمام بلجيكا في رحلة الدفاع عن اللقب، وهولندا تخشى مفاجآت التشيك. الحقيقة أن كل عشاق كرة القدم النهاردة بيستعدوا لقمم أو قمة كبيرة جدا وممتعة من قمم بطولة يورو 2020، وهي مواجهة منتخب بلجيكا أو منتخب بلجيكا أمام البرتغال في دور الـ16 في تمام الساعة مساء يوم الأحد النهاردة. كان منتخب بلجيكا طبعا كان تأهل لهذا الدور بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على روسيا والدنمارك وفنلندا. كمان أما البرتغال يعني الحقيقة بتحوم حولها، والتقرير قال أن تحوم حولها الكثير من الشكوك بعد الأداء المتواضع خلال الفترة الماضية وتحديدا في دور المجموعات، يعني بالفوز على التعادل مع فرنسا والهزيمة من ألمانيا والفوز فقط على المجر. ويعني تأهل أو بتأمل كتيبة فرناندو سانتوس في الحفاظ على لقبها بالاعتماد على الأسطورة طبعا كريستيانو رونالدو كمان. لكن الحقيقة أن عبور بلجيكا أكد التقرير أن هي هتبقى مهمة صعبة بعض الشيء، وفي النهاية من المؤكد أن المباراة بين الطرفين ستكون غاية في الإثارة والمتعة. عايزين نقول كمان أنه بتعتبر مباراة الليلة يعني يمكن لها صراع خاص بين لوكاكو لاعب المنتخب البلجيكي وكريستيانو رونالدو النجم البرتغالي، لأن طبعا رونالدو تفوق على لوكاكو في صراع الهدافين بالدوري الإيطالي الموسم 2020-2021 بعدما سجل رونالدو 29 هدف مع يوفنتوس، فيما سجل لوكاكو 24 هدف مع انتر ميلان في الدوري، بينما فاز رونالدو بهذا الصراع. قاد لوكاكو فريقه بالتتويج بأول ألقاب الدوري في آخر 11 عام. وآخر أخبارنا من صحيفة الرياضية السعودية: ميسي طبعا يعني يهدد زعامة بيلي. يفصل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم 4 أهداف فقط عن معادلة رقم بيلي الأسطورة البرازيلية كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في قارة أمريكا الجنوبية. وصل ميسي إلى الهدف 73 في مسيرته مع منتخب الأرجنتين، فيما يحمل الأسطورة بيلي في رصيده 77 هدف، وخاض بيلي 91 مباراة بقميص منتخب البرازيل وأحرز 77 هدف، ويعتلي قائمة الأكثر تهديفا في أمريكا الجنوبية، فيما لعب ميسي 147 مباراة بقميص التانجو مسجلا 73 هدف و51 أسيست، ويقود ميسي منتخب الأرجنتين في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021 واللي بتقام حاليا في الوقت
الوقت الحالي وفي رصيده يعني او ان هو احرز هدفا ويتصدر منتخب الارجنتين ترتيب المجموعه الاولى في بطوله كوبا امريكا وفي رصيده 7 نقاط. قبل اختام جولتنا الصحفيه عايزين نفكر مشاهدينا طبعا بمباريات اليوم سواء في يورو او كوبا امريكا او كمان في الدوري المصري. النهارده هيكون في يعني مباريات يورو 2020 هولندا والتشيك في تمام الساعه 6 مساء، كمان بلجيكا والبرتغال في تمام الساعه 9 مساء. اما بالنسبه لمباريات كوبا امريكا فنزويلا وبيرو في تمام الساعه 11 مساء والاكوادور والبرازيل في تمام الساعه 11 مساء. اما اخيرا بالنسبه لمباريات الدوري المصري هيكون طلائع الجيش والبنك الاهلي في تمام الساعه 5 مساء واخيرا سموحه والاسماعيلي في تمام الساعه 7 مساء. دي كانت جولتنا النهارده الصحفيه من داخل مقر جريده اليوم السابع. بشكركم جدا، الكامل ليكم مره اخرى. تغطية أكثر من رائعة، بشكرك أنا وكريم أكيد عليها زميلتنا العزيزة مريم وكمان هنا أبو القاسم، شكرا لكم جدا على التغطية دي. وأنا بس عايزة أروح معاك يا كريم لأن إحنا تناولنا كمان إزاي الصحف، أو يعني إحنا كلمنا إزاي الصحف عندنا تناولت فوز الأهلي، لكن خليني أروح معاك كمان إزاي تناولت الصحف التونسية فوز الأهلي وخسارة الترجي. يعني بعض العناوين اللي كانت موجودة أو صدرت يعني في من جريدة تونسية بيتكلم إن نجح الأهلي في تأكيد تفوقه على الترجي التونسي ذهابا وإيابا، منشط تاني كان بيتكلم إن الترجي ينهزم أمام زملاء معلول، ومنشط آخر الأهلي يقسو على الترجي وغيره وغيره. يعني أعتقد أمر متوقع إلى حد كبير، أكيد في حزن، أكيد في عتاب يمكن كمان على شعباني، ده أمر متوقع، ولكن يعني كان مهم برضو إن إحنا نقول لحضراتكم كيف تناولت الصحف التونسية يعني الفوز بالأمس. على ذكر علي معلول، خدت بالك بعد ما أحرز الهدف الأول من ضربة الجزاء اللي هو طبعا رفض الاحتفال نتيجة ما تونسي بقى برضو، يعني انت فاهمة الحاجات دي بيبقى فيها إيه، مهما كان في عالم الاحتراف يعني مفيهوش مساحة للعواطف قوي، لكن في بعض الأحيان ودي كررت كتير قبل كده لما بتكوني بتلعبي فريق من نفس الجنسية يعني بيبقى في حرج إلى حد كبير إن هو يظهر الاحتفال. فطبعا كانت لقطة ملفتة جدا لكل الأنظار امبارح علي معلول بعد إحرازه للهدف الأول. طيب احنا كده الفقرة الأولى خلصت الإخبارية، زي ما كنا بنقول لحضراتكم احنا معانا فقرتين مهمين جدا، الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن التجديف، والفقرة الثانية هيكون معانا دكتور أحمد ثابت محلل الأداء بقناة الأهلي، وهنتكلم لغة أرقام كمان، فأعتقد هتبقى فقرة في غاية الأهمية. فاصل سريع وهنرجع نتكلم. يا أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. وطبعا حاجة جميلة جدا إن أنت يكون عندك دايما هدف وتكون دايما قادر على التحدي وتفوز كمان بالتحدي وتوصل من خلاله للحلم اللي انت بتحلم بيه. معانا بطل مصري في التجديف كان طموحه في وقت من الاوقات انه يسجل رقم قياسي في التجديف منفردا بطول نهر النيل، لكن كمان كان عايز يوصل من خلال ده رساله فيها شيء من التوعيه، رساله بتتكلم عن اهميه نهر النيل وتعريف كافه القرى بنظام التامين الصحي الشامل. هنعرف كل ده واكتر بكتير كمان من خلال وجود المهندس حاتم انديل معانا في حلقه النهارده. صباح الفل يا باشمهندس، اهلا بيك. صباح الفل عليك. صباح العسل. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. وانا هبدا معاك معلش بفكره اصلا انك حضرتك تيجي في بالك انا عايزه اقدف بطول نهر النيل والوحدي، والرحله كانت جهزت لها ازاي، ويعني والغرض منها فعلا زي ما كريم كان بيتكلم ايه، هل احنا بنتكلم هنا يعني في كاز معين او توعيه بحاجه معينه، ولا فكره هنا برضو سياحه يعني رياضيه، خلينا نفهم. طيب هي لو نرجع للفكره اساسا ابتدت سنه 2010. احنا زمان قوي. يعني دي اول ما بدات الفكره. 2010 كانت الفكره اني اقدف من اسوان لراس البر، دي ابتدت في 2010، ولكن الظروف في 2011 ما سمحتش ان انا اعملها. 2012 اتنقلت بره مصر، رجعت 2018 يعني اتنقلت امريكا الشماليه وشاركت في بطولات هناك، واللطيف ان انا كنت بكسبهم في الاول. كانوا واخديني بتهريج ان ده واحد مصري جاي وهو موجود هنا عايز ينزل بطولات وينافس، يعني نزل وكسر الدنيا. خدت كذا مره اول هايل، وفاكر كويس اول مره دخلت وانا بسجل الشخص المسؤول عن التسجيل يعني. بتقول لي يعني يعني بقول لها هي الارقام كام ومين عمل ايه السنه اللي فاتت، قالت لي انت اهم حاجه بس ان انت ايه يعني تيجي تواظب كل يوم تقدف شويه وما تشغلش بالك يعني. غريبه جدا. يعني ما هي يعني فاللطيف ان هو ايه فعلا واظبت يومين ثلاثه عايز اعرف اللي بيحصل حواليا، والحمد لله كنت ايه خدت اول. ده كان 2012.
واستمرت الفكره موجوده ان هو في يوم من الايام لما ارجع مصر هعمل الفكره بتاعت نهر النيل. 2018 لما رجعت اتشغلت في الشغل بتاعي وتاسيس الشركه والشغل بتاعي في مصر. السنه اللي فاتت قررت ان هو لازم تتعمل. تواصلت مع اتحاد التاديف خصوصا الدكتور عمرو النوري، وليها اسباب. هي الاسباب بتاعتها ترجع للاتي، ان هو لما كانت في 2010 موجوده كانت موجوده ان انا كنت لما بقدف في اي حتت نائيه شويه كان في حاجات بتشد نظري ان هي محتاجه تتعمل عشان تبقى ايجابيه. فكنت كل تفكيري ان هو ازاي تقدف بطول النهر ويبقى مغطي الايجابيات والفرص اللي موجوده حوالين نهر النيل في مصر، والحاجات اللي محتاجه تتحسن او محتاجه اهتمام، والاهتمام بالاثنين اذا كانت ريسورسز من بني ادمين موارد بشريه او موارد طبيعيه ربنا مديها للبلد. 2018 و19 لما جيت وابتديت افكر فيها لقيت ان هو كان ملف بقى بتاع نهر النيل عمال يشد في حوالينا. في نفس الوقت الشغل بتاعنا مع في الملفات الطبيه الكترونيا، الشغل بتاع الشركه بتاعتنا خلى في علاقه بيننا وبين الهيئه العامه للرعايه الطبيه نقابه الاطباء، وشايف التحديات اللي موجوده في الملف ده والرقمنه بتاعته، فحصل بيننا وبين الهيئه بروتوكول للتعاون في الحته بتاعه الدعم بتاعهم في الجزئيه دي. فاهتميت ان هو يكون التاديف معمول مع قافله طبيه بتساعد الهيئه العامه للرعايه الصحيه والتامين الصحي الشامل في تسجيل ورقمنه الملفات الطبيه للمواطنين في الاقصر واسوان. وفي نفس الوقت جت في نفس الوقت اللي هو فيه الملف بتاع النيل عمال يشتد والناس كلها مهتمه بيه، فقلت ان هو الواحد يكون ليه دور ايجابي ان هو بيقدف ويحط الحاجات دي كلها سوا. يعني اكتر من انت تقعد تبقى على قهوه او بتقول هم عملوا وما عملوش، طيب خلينا نحاول ان احنا ايه نشد الانتباه بشكل ايجابي ويبقى قوه ناعمه دوليا. على ذكر تفصيله السياحه العلاجيه او السياحه العلاجيه السياحه الرياضيه اللي كانت تمشي برضه المنطقه كلنا اصحاب مرض. لا التفصيله دي فعلا مهمه جدا، وخصوصا ان انا شفتها متجسده في التقرير. حضراتكم اكيد تابعتوا معنا التقرير قبل بدايه الانترفيو مع الباشمهندس، شفت شويه شطات رائعه. ففي واحده منهم انا بس لحضرتك ده كان فين بالظبط؟ انت فاجئتني بالرد. اسيوط. اسيوط. انا وقفت يعني في شط كده معين ممكن حتى لو في فرصه ان احنا نشوفه تاني اللي هو في جبل زي ابيض كده ورا حضرتك. بص يعني انا من اسوان لقينا يعني ما شفتش حاجه غريبه. دخولا اسيوط ابتديت اتفاجئ، وفي مناطق انا كنت فعلا مش عايز اتحرك منها، يعني حتى وقفت بال تابلوهات ربانيه لوحدها موجوده. لا ما تتخيلش، ما حدش صورها قبل كده، يعني انا ما شفت الصوره للحته دي قبل كده متصوره، فكانت بالنسبه لي انا كمصري مبسوط اني اشوف بلدي حلوه كده اصلا كمان حاجات الطبيعيه. لا ده في حته ثانيه، الجبل نفسه مع الميه والحمام واليمام عشش فيه. الله. فلما تقف ده جبل اللي احنا بنتكلم عليه، الصوره اللي بقى بحكي لحضرتك دي عند ده عند دير في اسيوط، وكانت بالنسبه لي الدير منحوت جوه الجبل. الله. حاجه تحفه طبعا. يعني طبعا. نفسيتك اختلفت بعد الرحله دي ازاي؟ يعني ريلاكسيشن، التوتر اللي مش موجود، الستريس اللي راح اكيد يعني. لا هو في نوعين. قدرت ترجع تاني تمشي في الشوارع زينا؟ اكيد صعب. اكيد مش سهله. هو في حاجتين، هو رقم واحد هو في تحدي اساسا وانت بتعمل الرحله، ان هو ما حدش متخيل ان هو في اوقات بتلاقي الهواء بيوصل سرعته ل حاجه 20 عقده بعض الاحيان 30 عقده، فبتضطر ان انت تقدف جنب البر تماما، والميه بتعلى جدا. في صور وحاجات خدناها فيديوهات اتقال لنا ما فيش داعي نشاركها عشان الناس ما تتخضش باللي احنا كنا بنعمله او اللي كنت بعمله يعني. بس التحدي ده لوحده بياخدك في حته تانية ذهنيا، هي كلينزنج طبعا، يعني بتخليك كمان تشوف كل حاجه من بعيد بقى. طبعا. يعني. ايوه. هي اخذت قد ايه برضو؟ هي انا وصلت دلوقتي اعتبر قبل القناطر، انا لسه هكمل بكره من بكره. احنا يمكن هو كل ده حضرتك مشيت؟ لا ده دي واحده منهم. ده واحده منهم. هم مش حتى المشوار كاملا، لا ده جزء بس. اخذ كام يوم تقريبا؟ لحد القاهره اخذ 24 يوم. متواصلين. متواصلين، في بس يومين وقفتهم في النص لازم بيتعمل حاجه اسمها يعني ريكفري.
بعمل حاجه اسمها باسيف ريكفري، ان انا بقف ما ادفش بس بيتعمل حاجات تانية زي ستريتشز و و وبعدين تكمل تاني يوم. طب والاكل والشرب والحاجات دي كانت بتحصل ازاي؟ كان في من خلال القافله المرافقه لحضرتك بالظبط. في مركب تانية كانت لطيف ان هي بتبقى ماشيه سبقاني دي فيها النوم بتاعنا. كنا مقررين دايما ان هو جزء من الرحله ان هو الراحه تبقى ازاي. كان في ناس تقول ان هو تطلع وتبات في مش عارف الحته الفلانيه. اوكي لما جيت درستها قلت خروج من انا مش عايز اخرج من الميه، يعني القرار ان هو انا مش هطلع من الميه. والحقيقه زي ما انت قلت كده دلوقتي حضرتك ان هو بمجرد وصول القاهره والخروج وركوب العربيه في شوك موجود بين اكيد اكيد عندك حق مليون في الميه. وعلى فكره يعني فكره ان حضرتك يعني بعيدا بقى عن تفصيله ان المميزات اللي على الجسم ومن خلال ممارسه هذه الرياضه بخلاف كمان الكوزز او الحملات التوعيه اللي حضرتك عملتها برضو من خلال رحلتك دي، بعيدا عن النقطتين دول يكفي الروقان اللي في الحدوته دي؟ والله هو اكتر من روقان، كان في حاجه في دماغي هقول لك عليها. هو الروقان الحقيقه يعني حصل، ودي حقيقه ان هو الروقان روقان نفسي طبعا. وعينك شايفه جماله ومستريحه اللي هي شايفاه، شايفه حاجات. انا حتى المركب بتاع المسطحات المائيه، الناس بتاع المسطحات المائيه لازم اقول ان هو كان ليهم دور غريب جدا ما كنتش متوقعه. يعني من اول ما نزلت اقدف هم قالوا هو انت بتعمل ايه بالظبط؟ جم كلموني يعني قلت لهم انا هقدف من اسوان لحد راس البر. قال لي يعني ايه انت مش هتمشي في المايه بالمركب دي؟ مش هتركب في المركب اللي بتنام عليها يعني؟ قلت له لا انا هقدف، والمركب دي لما توقف انا بقف فيها، والمركب دي ما تتحركش غير بحركتي. اوكي. قال لي انت هتفضل في المايه لوحدك كده؟ قلت له اه. فلقيتهم بلغوا بطول النيل، ولقيت الصبح مركب زودياك عليها 2 امناء شرطه وواقفين مستنيني الفجر. فبقول لهم في؟ قال لك لا احنا ماشيين معاك. فقلت هيمشوا معايا ويمشي ويعني يتكلم الله مسافه ما وخلاص. فوجئت بيهم ان هم بيسلموني لبعض. طبعا. لحد ما وصلوني القاهره. كانت بالنسبه في المعادي انا ما كنتش مستوعب السبورت بتاعهم ده، لان هو ما حدش طلب منهم حاجه، بس هو كان كل تركيزهم ان هو احنا مسؤولين عنك لحد ما توصل القاهره. حاجه محترمه جدا. فدي كانت برضو من الحاجات اللي هي الايجابيه اللي انا يعني طبعا في حاجات ايجابيه كتير انا نفسي اتكلم عليها. الولاد الصغيرين في على الولاد الصغيرين اللي على ضفاف النيل بقى، اللي بيقدفوا بمراكب وبيصطادوا، اللي بينقلوا اهلهم من ضفه لضفه وهو عنده 12 سنه، دول ابطال اولمبيات احنا مش حاسين بيهم. يعني دول ابطال اولمبيات، يعني في منهم كان بيحاول يسابقني وينده عليا، وفي منهم كان بيساعدني يقول لي البحر عالي انا هاخدك من طريق اسهل. حلو ده. فكنت اقول له بس هتطلعني بعد كده على البحر مش عايز ما اعرفش اخرج، يقول لي لا انا هاخدك لحد ما اخرجك في الحته الفلانيه. وفعلا ياخدني في حتت يمشيني من سكه موازيه كانها قناه للنيل يبعدني عن المايه العاليه. شفت مثلا في مره اتقلبت وما كانش في حاجه قريبه مني، الوقت ده كانت الزودياكس لسه بتتغير بتاعت المسطحات. انا اتقلبت في حته قريبه من المايه عشان داف شبك في عشب، وفي نفس الوقت كانت في موجه عاليه فاتقلبت. بعد ما اتقلبت ببص ايه خلاص بسحب المركب بتاعتي وطالع على الشط، لقيت مركب جايالي صياد كده وقف وقعد ساعدني وقلب وظبطني. يعني تعاون من كل اللي شاف حضرتك وانت في الرحله دي. جدعانة حتى في كل حته. وبعدين يعني لقيته بيقول لي طب انت مبلول، طب ما تيجي اجيب لك جلابيه واجيب لك مش عارف ايه. قلت له مش هعرف اقدف. والله دي حاجه جميله جدا. بجد بجد حاجه. بقول له مش هعرف اقدف. بيقول لي طب بقول لك على حاجه، بس انت كده محتاج تاكل لقمه عشان ال فلا انت شفت حاجات. يعني الولاد الصغيرين لما اقف في حته نائيه تماما وبص ليهم هم جايين يجروا يساعدوك تاخد المركب على الجنب، وبعدين كل ايه اشرب شاي، في اللي عايشين جوه مركب ويقول لك ايه تتغدى. هو بقى جدعانه وكرم المصريين بالظبط. دي النقطه بنتكلم فيها حاجه محترمه طبعا. جدا احنا حابين بقى ننقل ده للخارج، يعني بنيجي نتكلم هنا سريعا عشان الوقت خلاص بيخلص. باشمهندس حاتم، انا ازاي استفيد بده ان انا اعمل ماركتنج حلو البلدي حتى عن طريق السوشيال ميديا، اللي هي اساسا دلوقتي المنبر الاساسي لاي ماركتنج لاي شيء، حتى الدول بتلجا ليها بشكل كبير. فبنتكلم على السياحه الرياضيه وفي نفس الوقت احنا نستغل حد صورت
اتصورت فيديو، اتصورت صور يعني غير بس فوتوغرافيا، يعني خلينا نعرف. بص حاجه، انا في حاجات كده معينه هقول ان هي لو انا يعني ممكن ادي اقتراح. يعني اولا النوادي الكبيره بتاعت الرياضه في مصر اللي ليها تواجد دولي تبتدي تهتم ان هي يبقى ليها تواجد في رياضه التأديف، لان هي في الحاله دي هيساعدوا في حاجات سياحيه، هيساعدوا في الاعلام. يعني نادي زي الاهلي قصادنا هنا، والنادي الاهلي ما عندوش فريق تأديف، نادي الزمالك ما عندوش تأديف، النادي المصري على القناه وما عندوش تأديف. كل الحاجات دي هتساعد بقوه ان هو النهارده النوادي الكبيره تهتم برياضه التأديف، لانها في مباشره هتخلي فيه اهتمام بالرياضه دي، والرياضه دي هتظهر جمال النيل بطوله. اهتمام رجال الاعمال ان هم يوجهوا بعض من السبورت بتاعهم للرياضه زي دي في ملف زي الوقت الحالي بتاع النيل، انا بالنسبه لي شايف ان دي حاجه مهمه جدا. يعني ملف البيئه، انا كان في كام نقطه كاتبهم كده ما كنتش متوقع ان انت تساليني، بس قلت ايه لو اتسالت. يعني الاتحاد بتاع التأديف محتاج دعم من النوادي الكبيرة ومن رجال الأعمال. أنا مثلا في الفترة اللي فاتت برضو من الحاجات اللطيفة إن هو لقيت في ناس كانت تقول إن هو وزارة الصحة تواصل معاك، وزارة البيئة الحقيقة مكتب الوزيرة تواصل معايا اليومين اللي فاتوا. الحاجات دي كلها محتاجة إن هو يكون ليها ملف يجمع بين أربع وزارات، أنا شايف إن هم مهم إن هم يكونوا بيتعاونوا سوا، السياحة، البيئة، الشباب والرياضة، آخرهم الرأي وليس أخيرا وليس آخرا. فالأربعة دول لازم يكون في بينهم زي لجنة، اللجنة دي توري جمال مصر وشواطئها وشريان الحياة فيها بكل الأشكال. شيء جميل ومحترم. ان شاء الله ده يحصل، لان اعتقد مهم، يعني مهم التنسيق بين الرياضات. والله بصي انا اخر حاجه هقول ان هو مثلا محافظ السوهاج كان مهتم جدا وتواصل معايا مباشره، هتلاقي اهتمام من كل القياده السياسيه، لان ده دلوقتي ملف الرئاسه نفسها تحدثت عنه. فتخيل الرئيس مهتم بالرياضه، مهتم بالشباب، مهتم بان كل المصريين يمارسوا رياضه. فكما احنا بنتكلم على التأديف، احنا عندنا ابطال تأديف، يعني تخيلي ان شاء الله ده فعلا يحصل. انا بس ممكن اختم انا وكريم بحاجه سريعه جدا، الحنه اللي على حضرتك دي دي مش سريعا جدا بس بصي يعني حاجه للكاميرا بس عشان الناس تشوفها. مفيش داعي ان هو يشوف المنظر ده لا مفيش مشكله اهو هي الكاميرا هتجيب يعني هي النقطه كلها ان انت لما بتبتدي تقدف مسافات كبيره بيحصل ان ايديك الاحتكاك نتيجه مع المقداف. طب ممكن نقرب يا جماعه عشان الناس تشوف، احنا عاملين لونج ليه. اللي بيحصل كلياتي ان هو كل دول بيتحكموا ده من القوه مدافع. بتاعت ان انت ماسك المداف بالسبع ثمان ساعات في اليوم. صحيح. ففي البدايه كانت اللي بيحصل كلياتي ان هو دي كلها بتورم وبتحصل فيها تجمعات دمويه ومائيه. فالناس في اهل الصعيد عندهم حلول لطيفه جدا، كانوا على ما وصلت الاقصر كانت دي خلاص فيها يعني الايد ما بتتكتش بتقفل. متعب برضه طبعا جدا اكيد. فجابوا حاجه، لقيتهم جابوا لي اللي على المركب اللي كنت بنام عليها من الصعايده، لقيتهم جايبين لي حاجه اسمها قرض وحنه، وقاموا عاجنينهم في بعض وحاطين ايدي فيها، وبقى كل يوم بعد ما اخلص يقوموا حاطين ايدي فيها. بقت نشفتها لحد ما خليتها دلوقتي كده نشفت تماما، فما بقتش بحس بيها. ده الطب الشعبي بقى، في ناس عندنا كتير في مصر متميزين بيه. ولسه هنشوف بقى بتوع منصور هيعملوا ايه، الدكتوره نجله والطاقم اللي هناك. نعرف من حضرتك بقى في اللقاء اللي جاي ان شاء الله اللي هيشرفنا حضرتك ان شاء الله بوجودك معانا فيه. بنتمنى لك كل التوفيق، سعدنا بوجودك جدا. انا المتشكر ليك. ربنا يخليك. ونستاذن حضراتكم ونطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. مرتين بجد. أنا هبدأ الفقرة دي بكلمة كابتن سعيد عبد الحفيظ لما قال وحددها كده وقال حققنا فوز على فريق كبير، لكن لسه البطولة لم تحسم بعد، وأعتقد كلنا متفقين على هذه النقطة. الأهلي كان عظيم جدا، عمل ماتش هايل جدا أمام الترجي، الحمد لله بنتكلم إنه فاضل على الحلم يعني خطوة بسيطة وبإذن الله تكلل بفوز الأهلي. ولكن كايزر تشيفز برضه جنوب أفريقي هو يعني فريق تقيل، عايزين نتكلم أكتر ونحلل أكتر، ومين يعني اللي هيحلل معانا أحسن من دكتور احمد ثابت محلل الاداء بقناه الاهلي. بجد منورنا النهارده. لا نور حضرتك، ومتالقين يعني دايما وعاملين حاله كده، برنامج خفيف وروحه حلوه الصبح. ربنا يخليك، ربنا يخلي البرنامج استاد لطفا بوجودك معانا النهارده، سعداء جدا لوجودك دكتور احمد. وبطبيعه الحال لازم نبتدي معاك بكيف رايت مباراه الامس. بالتاكيد يعني كانت مباراه صعبه جدا، يمكن البعض شافها عشان احنا كسبنا 1-0 ان المباراه تم حسمها، لكن مباراه زي دي لا، انت بتلعب كمان فرقه كبيره قوي الترجي،
فرقه كبيره ان هي كمان في اخر 3 سنين هم محققين البطوله مرتين في اخر 3 سنين، ففرقه عندها شخصيه، فرقه ان هي تقدر ترجع. شفنا حتى في اول نص ساعه هم نازلين ضغط عالي، نازلين بروح وشخصيه فريق كويس. ولكن طبعا موسيماني يعني مدرب يعني كبير جدا بصراحه، واحد من افضل المدربين. يمكن انا بشوف ان النادي الاهلي كله على بعضه منظومه متكامله. ازاي منظومه متكامله؟ بصراحه دور كبير جدا 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 لكابتن محمود الخطيب. يمكن الناس مش حاسه بالدور ده، بس انا اقول لحضرتك حاجه، هو كابتن محمود الخطيب بيعملها الناس مش حاسه بيها في الفتره الاخيره. يمكن من سنه 2000 او الجيل الذهبي كان فيه جماهير، فالجماهير دي كانت بتدي دفعه كبيره جدا جدا جدا. صحيح. كابتن محمود الخطيب بيعمل يعني طبعا الجمهور هو اللاعب رقم واحد بكل تاكيد، جمهور النادي الاهلي، ولكن كابتن محمود الخطيب بيحاول يعوض الحته دي دايما بحضوره مع الفرقه في كل السفريات اللي بره. صحيح. حتى في قبل المباراه كنت تلاقيه حاضر التمرين، حضوره للتمرين ده رساله، كان الجمهور كان دايما في ايام الجماهير كانت الجمهور تحضر التمرين الأخيرة بحيث ان هي تدي الدفعة المعنوية للعيبة. صحيح. كابتن محمود الخطيب بيعمل الدور ده بصراحة فعلا. الحاجة التانية الجهاز الإداري، الجهاز الفني كله بقى بقيادة كابتن سيد، بصراحة واحد من الإداريين الممتازين جدا. يمكن هو قال لك لينا حاجة عند الترجي عايزين ناخدها، يعني حاجة وفعلا أخدناها، يعني اللي هي ان احنا الصقر في الكرة دي حاجة كويسة، يعني ان انت ترجع بنتيجة تانية، انت تبقى مثلا خسران وعايز ان انت تعوض، دي حاجة طبعا. يعني حاجة كبيرة جدا. برضو الجهاز الفني، اللعيبة، الجمهور، حتى لو هو مش متواجد ولكن هو بيدعم اللعيبة بالرسائل ورسائل الدعم دايما والترندات اللي بتتعمل، حاجة محترمة جدا. لكن تحديدا بيتسو موسيماني واحد من افضل المدربين اللي شفتهم بصراحه. كلنا اعتقد يعني بالنسبه كبيره متفق جدا، الناس اعتقد حتى اللي كان عنده تشكيك في الاول دلوقتي الاجماع ان بيتسو موسيماني بجد مدرب من العيار الثقيل. التوفيق ليه وللفريق ان شاء الله. خلينا بس نستاذن حضراتكم دلوقتي، هنروح لايف فيو وتدريب الاهلي، ومراسلنا هناك كريم احمد، وهو هيجري بعض اللقاءات، هيكون معاه كابتن سامي قمصان وكابتن حسين الشحات. طيب خلينا نشوف دلوقتي كده مع بعض، اتفضل. برحب بيك يا زميلتي العزيزه نهوان، طبعا كل التحيه ليكي ولزميلي العزيز كريم، واكيد طبعا محللنا المميز جدا دكتور احمد ثابت. بيصبح عليك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. انا مش سامع. اتفضل يا كريم، احنا سامعينك، ويعني انا عايز اعرف منك كده، نقل لنا الصوره دلوقتي حيه من عندك والتدريب وايه اللي دار والاستقبال، وانتوا حتى في الطريق لغايه التتش الناس ازاي استقبلتكم، انا عايزه صوره حيه من عندك، اتفضل. بالتاكيد طبعا يعني بنبارك اكيد لفريق النادي الاهلي، الجهاز الفني، مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه على المجهود الكبير على مدار البطوله حتى هذه اللحظه. الحقيقه مجهود كبير جدا جدا، بدايه طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان ليه دور فعال خلال الفتره اللي فاتت، رساله المستمره، الدعم المستمر، وبعدين العمل زميلتي نوان زميلي كريم دكتور احمد ثابت ايضا كمان العمل في كل الاتجاهات، انشاءات، تدريبات، بيحضر، بيوفر طائرات تخصص، امور عديده جدا الحقيقه تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي على توفير المناخ الطيب، وعشان المناخ الطيب ده قدر لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني ان هم يوصلوا لهذه المرحله في البطوله الافريقيه. ان شاء الله باذن الله تكون البطوله العاشره من نصيب النادي الاهلي. ارقام قياسيه عديده جدا بتضرب سواء لبيتسو موسيماني في انتظاره مع لعيبه النادي الاهلي، بطولتين تحسب لبيتسو موسيماني تعادل الرقم طبعا الخاص باسطوره تدريب مانويل جوزيه، امور عديده جدا اكيد الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله بناملها ان شاء الله تكون البطوله العاشره من نصيب النادي الاهلي بالجهد الكبير وبالاصرار اللي احنا شفناه وبالقراءات الحقيقه المميزه جدا لبيتسو موسيماني اللي حابين نديله حقه الحقيقه مع كل لعيبه النادي الاهلي. مميز جدا الحقيقه الفتره اللي فاتت قراءاته سواء قبل المباراه ومن خارج الخطوط كمان، يعني مهما كان التحضير للمباراه ده امر مهم جدا، لكن القراءه في وسط ال 90 دقيقه ده امر اكتر كمان خطوره واكتر اهميه، والحقيقه مميز جدا فيه. وكمان لعبتنا بقى مساعداه بشكل كبير جدا، لان لعبتنا عندها يعني حلم كبير وعندها امل كبير واصرار كبير، وشخصيه النادي الاهلي بنشوفها في كل المباريات مهما كانت الاصابات، مهما كانت الغيابات، مهما كان الضغط. ويمكن شفنا الحاله كانت في تونس عامله ازاي، وشفنا اصرار اللعيبه كان ازاي، كل الامور دي يمكن نقلت اللعيبه بشكل كبير جدا لدفع كبيره، والنتيجه كمان كانت كبيره جدا على فريق بقيمه الترجي امس مع اداء مميز لفريق النادي الاهلي. ده اللي احنا بيبسطنا، جمهور النادي الاهلي ماشي رافع راسه فوق، ويمكن معروف طبعا جمهورنا على طول رافع راسه فوق، لكن المرحله دي والفتره اللي احنا فيها دي الحقيقه الكل سعيد جدا باداء النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمته كبيره جدا وهو ده مكانه، وعندنا طموح كبير وعندنا امل كبير ان احنا يبقى عندنا البطوله العشرة وال11 وال12 ده الهدف وهو ده قدر النادي الاهلي. الحقيقه نقدر نقول بقى بدون يعني خلاص راحه مباشره، يعني لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني على طول عقب انتهاء المباراه في ملعب مختار التتش
الماتش. انت عارف طبعا زميلتي نهوان زميل الكريم يعني هيكون تدريب بسيط النهارده، ريكفري طبعا لكل لعيبه النادي الاهلي، مش هيبقى فيه جرعه قويه، لكن اكيد كل اللعيبه اللي ما شاركتش خلال التدريب او خلال الايام الماضيه هيكون جرعه تدريبيه النهارده ان شاء الله قويه لهم. يا رب ان شاء الله باذن الله يستفيد منهم بشكل عام بيتسو موسيماني، وايضا كمان الدور الكبير اللي بنتمناه بقى الفتره اللي جايه من جمهور النادي الاهلي. يعني جمهور النادي الاهلي الحقيقه بيساند وبيدعم بشكل كبير المرحله اللي فاتت، ومنتظرين اكتر من كده كمان لان دورهم كبير جدا. كنا بنعمل العدد يكون في استاد طبعا السلام ومباراه الترجي عدد من الجمهور، لكن القله الحقيقه اللي كانت متواجده كان ليهم دور وكان ليهم تحفيز. يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله بروحه الكبيره وبشخصيته الكبيره يحصل على البطوله رقم 10 اللي تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. رائع جدا جدا، يعني بالتوفيق طبعا للفريق، ويعني احنا كلنا كده عندنا امال زي ما انت بتقول يا كريم، وباذن الله هي خطوه صغيره ونفرح كلنا يعني باذن الله يعني يكلل الاهلي والفوز يكون من نصيبه في المباراه القادمه. انا بشكرك جدا جدا يا كريم، وتغطيتنا اكيد مستمره مع حضراتكم، واللقاءات بقى اللي انا كنت بقول عليها ان شاء الله هي جايه بس على خلال يعني الحلقه. ومن منطلق ان فاضل على الحلو تكه زي ما بيقولوا، شايف التكه دي أيوة. ازاي يعني مباراه النهائي التكه مش سهله برضو هو اكيد هو خالص. قدر النادي الاهلي دايما ان احنا بنحتفل بعد البطوله، يعني احنا ما بنحتفلش بعد مباراه، بعد الفوز بمباراه دايما اللي بيفرح اخيرا بيفرح كثيرا من الاخر يعني. بس طبعا مباراه كايزر تشيفز انا بشوفها مباراه دمها تقيل جدا جدا جدا، دمها تقيل، فرقه رخمه يعني، فرقه اللي هو بيقولوا بقى ان هو فرقه سهله او كده، لا فرقه هقول لحضرتك مشوارها في البطوله اصلا مشوار غريب، اصل هي كون ان هي وصلت للنهائي اساسا معناه ان هو فريق مش ضعيف طبعا، بس هي المباراه بالامس الوداد كان بيلعب كويس جدا بصراحه طبعا، بس هي مشوارها في البطوله سيناريو غريب، سيناريو اللي هو رايح يعني مثلا اول حاجه في دور ال 32 اللي هو قبل مرحله دور المجموعات خسروا، كانوا بيلعبوا بريميرو دو اغوستو الانجولي، خسروا على ملعبهم 1-0 او تعادلوا 0-0 وراحوا في الاياب كسبوا 1-0 بره ملعبهم. فدي اول حاجه كده سيناريو غريب. بعد كده في دور المجموعات اتعادلوا اول ماتش، بعد كده خسروا من الوداد، فالكل قالك هم خارج بره البطوله، كملوا وكسبوا بعد كده، جم في اخر مباراه في دور المجموعات كان الوداد هو الاول، كانت المنافسه ما بينهم وما بين حريه الغيني، في اخر ماتش هم اتعادلوا 2-2 في الدقيقه 76 ونجحوا ان هم يتاهلوا تاني، فالسيناريو بتاعهم يقلق شويه. بعد كده طلعوا مين في دور الثمانيه؟ قابلوا سيمبا اللي هو كان متصدر مجموعه النادي الاهلي، خرجوه كسبوا 4-0 وبعد كده اتغلبوا 3-0. بعد كده خرجوا الوداد اللي هو كان المرشح الاول ان هو يوصل للنهائي لان النهائي كان على ملعبه. ففرقه فعلا يعني نقدر نقول مباراه مش متوقعه، مش دمها تقيل و50 50، طالما وصلت النهائي يبقى الفرقه 50 50 طبعا. بس ممكن لو رجعنا ل 2002 ساعه لما الاهلي برده كان لاعب نفس الفريق في السوبر الافريقي وكانت النتيجه 4-1 وقتها كمان للنادي الاهلي، هل دي اشاره ما لشيء؟ وشها خير، وشه خير علينا، بس برضو لازم علينا احترام الفرقه بشكل كويس جدا، علينا دراستها طبعا. علينا الدعم، علينا ان نعرف ان لسه ما خدناش البطوله، لسه في مباراه نهائيه صح. وعلينا ان احنا نقف ورا الفرقه، وزي ما قلت لحضرتك من يفرح اخيرا يفرح كثيرا، دي نقطه مهمه جدا. طيب لو برضو اتكلمنا في النقطه دي وسالتك هل كان ده السيناريو الافضل ولا كان لو كنا قابلنا الوداد؟ يعني لان احنا حسب ما بنشوف التحليلات المختلفه لا كله كان نفسه ان احنا الفاينل يبقى مع كايزر احسن. هي الفكره ان خلاص يعني انا بشوف ان اللي حصل حصل، يعني هو طبعا الوداد كان هيبقى عشان على ملعبهم فهتديهم فيها النسبه يعني افضليه ليهم شويه، لكن انت دلوقتي رايح تلعب في ملعب محايد ما بينك وبين كايزر تشيفز فالسيناريو افضل شويه، فالنسبه 50-50 السيناريو افضل، ولكن برضو علينا احترام القسم، وزي ما قلت حق قدر النادي الاهلي هو دايما الاحتفال بعد البطوله، احنا ما بنحتفلش بالوصول للنهائي، احنا بنحتفل بعد البطوله. وحياتك وساعات ما بيبقاش عندنا وقت نحتفل بعد البطوله بمنطلق ان بعد ايام او اسابيع في بطوله ثانيه، احنا نفسنا نفرح. ما ده اللي حاصل حاليا، امبارح انت بتريح جزء من اللعيبه الاساسيين وتدخل بعض اللعيبه اللي هي عايز ترجع اجاي، عايز ترجع وليد سليمان، عايز ترجع حسين الشحات، ليه؟ لان انت عندك يوم الخميس مباراه بيراميدز عايز تكسبها عشان تمشي في الدوري كويس. ايوه فده قدر الفرق الكبيره اللي هي زي النادي الاهلي. طيب لو احنا اتكلمنا بقى عن المشهد الجميل امبارح، مش بس قلنا وهنقعد نكرر مش فوز حلو لا او عظيم، لا احنا شفنا كوره حلوه قوي طبعا. فعلا ويمكن لحضرتك تتفق معايا يا دكتور طبعا. من بعد الراحه دي والعوده مره تانية الاداء افضل بكتير، وتحس كمان بدنيا واللياقه
عند اللعيبة أحسن. ده بصراحة يعني كانت رؤية ممتازة جدا من الجهاز الفني من مستر بيتسو، يعني ان هو يدي للعيبة راحة، لان اللعيبة تلاحم مواسم كتير جدا. صحيح. فانت كانوا محتاجين راحة، وفي نفس الوقت اشتغلوا برضو على الجانب. تحية يعني مدرب الأحمال البدني ان هو قدر ان هو يرجع الفرقة. شفنا حتى تفوقنا في الشوط الثاني في المباراتين. صحيح. ده دليل ان الفرقة واقفة على رجليها صح، والبدني بتاعك شغال صح. فده دليل. صح. تحية لمدرب الأحمال البدنية. ولكن نبدأ بقى نشوف الحالات الفنية أو الصور اللي معانا. هنلاقي إن هم أول نص ساعة الترجي كان نازل واضح جدا 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 بالضغط العالي، سياسة الضغط العالي. لو بصينا على أول صورة هنلاقي إن هم ضغطين يعني بص حضرتك، ده محمد الشناوي بيلعب ضربة المرمى. شوف كام لاعب من الترجي، 1 2 اللي هم لابسين طبعا أزرق قدام الناس على الشاشة، 1 2 3 4 5 6 7 7 لعيبة من الترجي في وسط ملعب النادي الأهلي. ده عايز يمنعك إن أنت تحضر الهجمة من تحت. طبعا. تبني الهجمة، وبالتالي في 8 لعيبه بيغطيهم من ورا في سوني كوليبالي، حتى الباك الشمال متقدم. ده دليل ايه؟ ان كان في ان هم بيحاولوا يخطفوا النادي الاهلي ويفاجئونا في اول نص ساعه ان هم يخطفوا هدف، وفعلا كانوا هيقدروا يسجلوا من خلال عبد الرؤوف بنجيس التسديده، ولكن تالق محمد الشناوي في ديت. وده دايما اللي بنتكلم ان الحارس الكبير بيبان، حارس النادي الاهلي بيبان في لقطه واحده هي اللي بتصنع الفارق. نبص برضو ادي الصوره الثانيه معانا اهي، ده برضو الضغط العالي. ليه شكلنا في النص ساعه الاولانيه ما كانش بنفس الاداء برضو في اخر المباراه؟ احنا تالقنا اكتر بعد اول 30 دقيقه. ليه؟ لان برضو هم عملوا ضغط علينا عالي علينا. عشان كده كنا بنقول قبل المباراه ان المباراه مش سهله. هم عملوا ضغط عالي ونجحوا ان هم يعملوا ضغط عالي علينا. وكان اهو بص كام صوره معانا بتاكد سياسه الضغط العالي اللي اتبعوه. فبالتالي انت كان محمد مجدي قفشه محتاج ينزل يسقط شويه للعمق عشان نبدا نبني الهجمه، وده فعلا اللي حصل في من اول الدقيقه 30. نكمل برضو بقيه الصور، نفس الفكره، الضغط العالي برضو بيضغطوا بيه اكتر، 1 2 3 4 5 6 ست لاعبين اهم في وسط ملعب الخصم. وده طبيعي الوقت. جدا في الموقف اللي هما جايين يلعبونا بيه طبعا، لان هو ما عندوش رفاهيه، ما عندوش حاجه يخسرها، وهو قدامه حاجه واحده ان هو عايز يسجل هدف. بالزبط. كان جاي يلعب على ركلات الترجيح ان هو يجيب 1-0 ويرجع يدافع ويلعب على ركلات الترجيح. ده كانت الفرصه الوحيده قدام الترجي. برضو نبص بعد كده ايه اللي حصل بقى، ايه بيتسو. احنا مش هنلحق نبص، يعني هنستأذنك نبص طبعا. بعد ونرجع بالفاصل طبعا، فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. اتفضل. مباراة مهمة جدا والحمد لله، وتأهل الحمد لله، اعتقد عن جدارة الحمد لله. المباراة كانت صعبة جدا يعني، خصوصا بعد نتيجة مباراة الوداد وكايزر. اعتقد الدوافع بقت كبيرة جدا لكل الفريقين عشان تلعب المباراة النهائية. اعتقد الحمد لله كان عندنا افضلية. يمكن بدأنا المباراة هما بدأوا المباراة بضغط، فاجئونا طبعا بالضغط، لو اننا كنا متوقعين ان هم هيقدروا يضغطوا، لكن برضو بدأوا المباراة بشكل افضل شوية، والحمد لله رجعنا المباراة بسرعة، والحمد لله ضربة الجزاء برضو ساعدتنا شوية اللي احنا نرجع ناخد ثقة تاني. والحمد لله ما بعد كده اعتقد كان وان سايد جيم طول المباراة. اعتقد الحمد لله بشكر اللعيبة طبعا على الجهد دوت وعلى النتيجة الكبيرة ديت، ولكن زي ما انت قلت دي خطوة. احنا متعودين دايما ان احنا ما بنفرحش دايما الا ان شاء الله بعد المباراة النهائية، وده اللي احنا بنستعد له من دلوقتي. فصلنا دلوقتي وعندنا برضو مباراه مهمه جدا في الدوري، بقالنا فتره كبيره جدا ما لعبناش مباريات. عندنا هنبدا ببيراميدز ان شاء الله، فاعتقد ان شاء الله نفصل ان شاء الله النهارده، وان شاء الله نساعد بكره ان شاء الله لمباراه بيراميدز ان شاء الله. كابتن سامي، كنتوا متوقعين ان فريق الترجي طبعا مغلوب على ملعبه هينزل ضاغط وهينزل يهاجم، لكن كان الاهم في ده كله شخصيه اللاعبين في التعامل مع الموقف. الهدوء اللي كان على الدكه بره كان منعكس على اللاعبين في الملعب. بص، انت قبل المباراه بيبقى عندك كذا سيناريو، يعني ممكن الناس تلعب كده، ممكن الناس تلعب بزون زي ما بيلعب ويقدر يطول الماتش لحد ما يبقى عنده فرصه اللي هو يعمل كونتر اتاك. لكن هم برضو احنا السيناريو ده كنا متوقعينه. من شويه حصل لنا دروب شويه في ازاي نتعامل، ازاي تخرج بالكوره، لكن اعتقد الحمد لله لما عملناها اعتقد كان لنا افضليه حتى في الهدف اللي احنا ضربه الجزاء اللي احنا احرزناها. الحمد لله كان برضو فكينا التكتل الضغط اللي كان معمول علينا عالي، وقدرنا الحمد لله نسجل ضربه جزاء فتعت لنا الماتش وساعدتنا الماتش كتير، لان احنا هو ده اللي كنا بنسعى له. يعني الراجل اتكلم ان احنا مهم جدا ان احنا نحاول احنا نسجل، نحاول نعمل ضغط على الفرقه. فاعتقد الحمد لله مش كل السيناريوهات انت بتبقى ماشيه معاك، يعني طبيعي جدا ان انت، لان انت بتلعب خصم كبير، فرقه اخر 3 بطولات هي محققه بطولتين، فاعتقد فرقه كبيره عندها لعيبه كويسه، عندها مدرب كويس بيشتغل برده كويس، وده طبعا حاجه مشروعه في الكوره، لانك انت مش دايما هتبقى انت الليدنج في كل الماتشات يعني. لكن التفوق الحمد لله اللي احنا عملناه في نهايه المباراه، والتفوق بثلاث اهداف الحمد لله، اعتقد برده اللي ساعدتنا كتير جدا ان احنا نثبت ان احنا فرقه كبيره واللعيبه دي تستاهل اللي هي تبعد. عايز
عايز تقول ايه لاكرم؟ انا عايز كلمه منك لاكرم المحارب وواحد من نجوم المباراتين ذهابا وايابا. هو اكرم من اللعيبه المميزه جدا جدا يعني بالنسبه لنا، ولعيب مهم جدا يعني زي ما انت قلت، من اللعيبه المقاتله، اللعيب اللي هو اصلا بيتمرن كويس جدا جدا يعني، ممكن من الناس اللي بتقاتل في التمرين، عشان كده ربنا بيكافئها يعني. هو لعيب اتمنى ان شاء الله الاستمراريه، واتمنى له التوفيق، واتمنى له ان شاء الله يعمل بطولات وانجازات كتيره النادي ان شاء الله. اشكرك يا كابتن سامي، وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه النهائيه. المحارب او قلب الاسد، قول زي ما انت عايز تقول، واحد من رجاله النادي الاهلي، مهما يغيب بيرجع هو اكرم. اكرم انا بحييك وبهنيك، ومستر بيتسو موسيماني في المباراه الاولى قال لك انا فخور بيك يا ماي بوي ابني، النهارده قال لك ايه؟ لا الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا اول حاجه، اللعيبه رجاله، عرفنا نكسب الماتش، اهم حاجه نفرح الجماهير، دي خطوه عديناها ان شاء الله، ربنا يكرمنا باذن الله وناخد البطوله. كابتن موسيماني اتكلم معايا بعد الماتش وقال ان انا مبسوط بيك وفخور بيك تاني برضو، فده حاجه تسعدني طبعا يعني. انا بلعب في مكان مش في مكاني، بس اي واحد بيلعب في اي مكان لازم يأدي فيه 100%، والحمد لله توفيق ربنا سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد يعني، الحمد لله. اكرم دايما بنتكلم وبتقول لي يعني انا مهما ابعد بلعب بقلبي، بلعب بروحي، ومش عايز اكد عليها لان كل الجميع عارف حب اكرم توفيق للنادي الاهلي، وحبه كمان ان هو يكون موجود في الملعب. بص يا روان، انا اقول لك حاجه، الواحد لما بينزل بيطيع ربنا سبحانه وتعالى في شغله، ده اهم حاجه. الواحد بينزل لازم يؤدي دوره، لازم يشيل اللعيبه اللي معاه في الملعب زي ما اللعيبه برده هتشيلك في الملعب. بسمع التعليمات وبحاول ان انا انفذها بالشكل المطلوب، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ، ويا رب نتمنى ان شاء الله البطوله تكون من نصيبنا باذن الله. معين الشعباني بدل عليك حمدي الهوري شويه، لا الدنيا مقفوله، جاب انيس البدري، لا الدنيا مقفوله، مباراه كبيره ليك يا اكرم النهارده. لا والله الحمد لله، هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى، هي لما الواحد يبقى في حالته مفيش حد يعني بيقف قصاده، بس الحمد لله رب العالمين، ده زي ما قلت لك برده ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ويا رب اتمنى الاستمراريه، واتمنى ان شاء الله الماتشات اللي جايه اكون احسن واكون عند حسن ظن الناس. الشوط الاولاني انا عايز اقول المباراه الاولى كان فيها ضغوط كتير وكان فيها امور صعبه جدا، لكن انت كنت واحد من رجاله المباراه، اشاد بده مستر بيتسو موسيماني وقائد الكابتن سيد عبد الحفيظ. والله يا رؤى دي حاجه تسعدني طبعا، بس انا عايز اقول لك على حاجه، هرجع برضو لنفس النقطه، ان اللعيب بيلعب في اي مكان تمام، طلبوا مني ان انا العب باك رايت، ما ترددتش عشان خاطر عايز العبه، عشان خاطر الناس، بحارب عشان خاطر الجماهير، وده مش كلام وخلاص، وبحارب عشان نفسي وعشان الناس اللي بتدعمني كل شويه، ويا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم دايما. شايف حب جماهير النادي الاهلي لاكرم توفيق ازاي؟ والله انا بشكرهم يعني على حبهم ليا، والله العظيم وانا كمان بحبهم، وبحاول بقدر الامكان ان انا ما بخلش بنقطه عرق عشان خاطرهم، ويا رب ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله اكون برضو عند حسن ظنهم. طبعا كلنا مركزين من اول البطوله، فالحمد لله دي حاجه كويسه، والترجي احنا كنا عاملين حسابه من واحنا هناك، فالحمد لله قدرنا ان احنا نكسب، والنهارده قدرنا ان احنا نكسب الحمد لله، وربنا كريم ان شاء الله نقدر نحقق 10 باذن الله. قفشه دايما في كلامه يقول لك حسين الشحات من افضل اللاعبين اللي بتتحرك لي، النهارده اسيست جميل من قفشه، تحرك ولا اروع من حسين الشحات، هدوء، ثقه، حكم وقفنا على الاوفسايد، لكن احنا كنا متاكدين انها هدف. الحمد لله، والله الحمد لله طبعا يعني نفسه طبعا ما حدش يقدر يتكلم، من افضل لعيبه في افريقيا مش في مصر بس، على اعلى مستوى، ربنا كرمه، ربنا يكرمه ان شاء الله دايما معانا. نفسه دايما انا بتكلم معاه انا وهو قبل الماتش، اللي هو انا اول ما الكوره معاك وتلف هتعرف ان انا هدخل على طول، فالحمد لله قدرنا ان احنا نعملها النهارده زي ما بنعملها على طول، وقدرنا ربنا كرمنا ان انا جايبها جون النهارده الحمد لله. حسين الفتره اللي بيبقى فيها ضغوط وفيها امور صعبه بتتعامل معاها ازاي؟ ونحن يعني انت عارف طموحات جماهير النادي الاهلي واحلام جمهور النادي الاهلي وثقه الجمهور في حسين الشحات ومستنيين منك الكتير. طبعا والله يا جمهور النادي الاهلي طبعا اللي دايما في ظهر اللعيبه كلها مش في حسين بس، دايما معاهم، دايما في ظهرنا، دايما بيشجعونا، فالحمد لله هم عندهم ثقه فيا كبيره، فان شاء الله بوعدهم اللي جاي احسن، لان الفتره اللي فاتت طبعا يعني كان ضغوطات علينا كلنا، احنا كنا بنلعب كل يومين في رمضان، فالحمد لله يعني فمركزين، وبقول لهم ان شاء الله اللي جاي احسن، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نفرحهم ان شاء الله في افريقيا والدوري باذن الله. مواجهه مرتقبه خلاص مع فريق كايزر تشيفز، شايف المواجهه ازاي؟ والله طبعا احنا مركزين في الدوري الماتشين الجايين الاول، وبعد كده ان شاء الله نركز بقى في افريقيا ان شاء الله في اللي جاي، ان شاء الله نقدر نكسب، ان شاء الله نقدر نحقق البطوله ونسعد الجمهور كله ان شاء الله.
لقاءات كانت جميله جدا. ويمكن برضو لو سريعا يا دكتور هنروح لما قاله او ما صرح به كابتن سامي قمصان تحديدا. هو كان بيتكلم مباراه صعبه بكل الاحوال، ولكن احنا كان عندنا افضليه وكنا متوقعين الضغط من الترجي. ده هياخدني بقى للنقطه اللي كنت بتناقش مع حضرتك فيها انا وكريم، وهنا فكره ان كان في تناغم جميل جدا بين اللعيبه. يعني ما نقدرش نقول كان لعب جماعي بس حلو، ما نقدرش نقول لعب فردي حلو، هو كان لعب فردي حلو ولعب جماعي اكثر من رائع. فخلينا نروح مع حضرتك ونخش كمان على الارقام لو تسمح لنا. تمام. طبعا بيتسو موسيماني يعني غير طريقه لعب النادي الاهلي في المباراتين دول تحديدا. صحيح. ايه الطريقه؟ كنا بنلعب 4-1-4-1 بتتحول والكره معانا الى 3-4-3. ازاي؟ من خلال حمدي فتحي. حمدي فتحي هو اللعيب الارتكاز الليبرو المتقدم، والكره معانا بيرجع يسقط ما بين الاثنين المساكين ايمن اشرف وبدر بنون، وبالتالي بيدي اريحيه كمان للاثنين المساكين، وبيدي اريحيه لاكرم توفيق ولعلي معلول. النقطه اللي لعب عليها موسيماني وما فهمهاش معين الشعباني في المباراتين هي نقطه ضعف الترجي، وهي الزون 14 اللي هي ايه؟ اللي هي المساحه اللي ورا لاعب الارتكاز الترجي اللي هو فوسيني كوليبالي، اللي هي انا هلعب بيتسو موسيماني يعني بيخلينا نلعب مع المنافسين على حسب اسلوب لعبه هو، ودي شطاره منه. انا هلعب دفاع منطقه، نبص اول يعني كره الهدف ده الجون اللي جه من طاهر ده ما جاش كده، يعني ما جاش اللي هو لا ده جاي تكتيك مدرب، وهبين لحضرتك ازاي في مباراه جمله واضحه جمله واضحه في مباراه الاياب ومباراه الذهاب. نرجع بالصوره الاولانيه كده، نبص ادي الكوره بتتلعب فين؟ بتتلعب في المساحه اللي ورا كولوبالي. كولوبالي اللي هو لعيب ارتكاز الترجي، المساحه اللي وراه زي ما شايفين طاهر استلم فيها وبظاها لمحمد مجدي قفشه، وبعد كده انطلق طاهر محمد طاهر في عمق الدفاع، في خلال 3 ثواني عملنا الهجمه المرتده، وطبعا جت منها ركله الجزاء. فالكوره دي بدايتها مش جايه من فراغ، جايه من تكتيك مدرب ان انا هلعب على المساحه اللي ورا فوسيني كوليبالي. طب ازاي ناكد الكلام ده؟ تعال نشوف الهدف برضو بتاع مباراه الذهاب، هنلاقي نكمل خلينا اهو نفس اللعبه، ديانج برضو اهو جاي، ادي فوسيني كوليبالي تقدم، هو نزل الشوط الثاني في المباراه دي قفشه عشان يسحب معاه فوسيني كوليبالي، ادي ديانج معاه الكوره اهو. نكمل اللعبه اللي بعدها، نبص نلاقي ايه؟ ادي المساحه الفجوه اللي ورا فوسيني كوليبالي اللي احنا اتكلمنا عليها. هنبص نلاقي محمد شريف طبعا بيضحك على محمد علي اليعقوبي مدافع الترجي، بيعمل نفسه رايح ناحيه الشمال، بعد كده يقوم داخل للعمق في المساحه ما بين المساك والباك اهو. هو في الاول ضحك عليه، عمل ان هو رايح شمال، بعد كده دخل للعمق فين بالظبط؟ في اهي. بص هو عمل نفسه رايح ناحيه الشمال. دي قرارات ذهاب واياب، ازاي شعباني ما خدش باله؟ يعني ما هي الفكره ان هو ما عندوش برده اللعيب الارتكاز البديل، حظه وحش برده ان جلان الشعلالي اتصاب اللي هو كان بيلعب في الحته دي، يقدر ان هو يلعب اثنين ارتكاز. فدي لعبه موسيماني اللي لعب عليها، هو لعب عليها ليه؟ عشان ده نقطه ضعف الترجي. يعني موسيماني عنده ميزه ان هو بيقرا، بص اهي ديانج ممرر منين؟ ممرر من المساحه اللي انا بتكلم عليها اللي هي بنسميها الزون 14. لا ارجع للصوره اللي قبلها، الصوره ايوه هي دي، ديانج اهو في المساحه، هي الحته دي المساحه اللي مرر منها دي الزون 14 اللي هي المساحه اللي لعب عليها موسيماني من احسن المدربين اللي بتذاكر المنافسين. برضه في مباراه نهضه بركان في السوبر الافريقي لعب على المساحه ما بين الباك الشمال والمساك الشمال، فهو بيذاكر كويس جدا جدا جدا. نكمل بقيه الصور. بالمناسبه اللعبه اللي جا منها ضربه الجزاء، في ناس كانت بتقول قبل كده ان الفار لما يجي النادي الاهلي هيتكشف، ده كان كلام بعض الناس صح ولا لا؟ الفار لما جه خدنا حقنا امبارح، لولا وجود الفار الحكم ما كانش حسب ضربه الجزاء. صح. صحيح. طب ازاي هذه الكوره اهي؟ طبعا دي فيها دفع بالايد، وبرده كان في كلام على حته انه خد طرد مش مجرد انذار. القانون بيقول ايه؟ بيقول ان في حاله ان اللاعب يمنع تسجيل هدف، ادي القانون قدامنا، هو بايده كانت باينه قوي الحركه بتاعت الايد كمان. طبعا اهي يعني. القانون بيقول الاتحاد الافاب اللي هو الاتحاد الدولي قايل ايه؟ حينما يقوم اللاعب بارتكاب مخالفه ضد اللاعب المنافس ضمن نطاق منطقه الجزاء مع منعه من فرصه واضحه لتسجيل هدف، ده اللي هو حصل امبارح، ويقوم الحكم باحتساب ركله جزاء يتم انذار اللاعب. لغايه دلوقتي مفيش كارت احمر اهو، امتى بقى يدي كارت احمر؟ في جميع الظروف الاخرى اللي هي ايه؟ مسك، سحب، دفع، امكانيه لعب الكوره، يعني يتم طرد اللاعب. مظاهر التعمد، مظاهر التعمد دي طالما فيها استخدام ايد ما تقولش مفيش تعمد، يبقى فيها تعمد على طول. طالما اللاعب مسك، اصل في ناس ممكن تقول لك ايه ده حركه جسد طبيعيه مع اكشن بيحصل. لا طبعا ده مع التحام مسك، فيها مسك واضح جدا، فالطرد واضح جدا حتى من غير فار. يا دكتور بصراحه كان وده رد جداً. وده رد على الناس اللي كانت بتقول ان الفار لما يجي الاهلي هيك، ادي الفار اهو، وادي اخذنا حقنا بسبب وجود الفار. وهو النادي الاهلي ده قدر الفرق الكبيره، خدنا حقنا من خلال الفار اخيرا. طبعا يعني كان قبل كده برده اللي فيها ذكريات تعيسه مع الفار قبل كده برده، بس
في الفتره الاخيره في السنتين الاخر تحديدا الاتحاد الافريقي بدا يظبط موضوع التحكيم الافريقي ده من خلال وجود الفار. لازم ده يحصل. نبص بقى على الارقام اللي حضرتك تفضلتي قلتي عليها. الارقام طبعا ارقام المباراه يعني نبص على الارقام الاهلي وارقام الترجي. تمام. هنبص نلاقي ان الاستحواذ النادي الاهلي كان 66%، الترجي 34%. عدد التمريرات 598 تمريره للنادي الاهلي مقابل 309. على فكره هم كان استحواذهم الاول اكتر مننا في اول نص ساعه. بعد الطرد الاستحواذ بتاعنا زاد، خاصه طبعا. كمان مع ان موسيماني في الشوط الثاني لعب ب 4-2-3-1 بنزول جونيور اجايي ورجع قفشه كصانع العاب لمركزه الطبيعي. المحاولات نبص على المحاولات، احنا عاملين اكتر 12 مقابل 6. المحاولات الصحيحه بتاعتنا 4، سجلنا منهم كام هدف؟ 3، فدي نسبه فينش عاليه. متاكد ان احنا جدا. كنا بنضيع فرص قبل كده. دليل ان في الفينش بتاعنا زاد. والميس باس كان برده كان في فتره كان بعافيه حبتين، الموضوع ده اتظبط بشكل ملحوظ برده. ما ده برده ليه؟ بسبب فتره الراحه. لما اللاعب بيبقى بدنيا جاهز بيبقى العقل بتاعه بيفكر كويس، بيطلع التمريره صح. لما بيطلع فتره لما بيطلع فتره راحه كويسه. رغم ان الناس كانت ضد فتره الراحه دي احنا يعني سمعنا كتير. عدد العرضيات هم عاملين عرضيات اكتر مننا، بس 13 منهم واحده بس صح، احنا عاملين 12. الضربات الركنيه برده هم 5 احنا 2. نيجي بعد كده للاعلى تقييم في المباراه. اللي اخذوا اعلى تقييم من لاعيبه النادي الاهلي رقم واحد طبعا كان محمد مجدي قفشه. ليه؟ عشان هو صنع هدفين. رغم ان هو ما قدمش مش مبارياته قوي، ولكن محمد مجدي قفشه مسته بتمريره يوصلك للجول. صحيح. ده قيمه اللاعب الكبير. طبعا. نبص على ارقامه هنلاقي ان هو لعب 68 دقيقه، صنع هدفين وصنع فرصتين. دقه تمريراته كانت 83%. هو بيمتاز بيها بصراحه دقه التمريرات فعلا. والتمريرات الطوليه كمان 3 ولمس الكره 44. لو جبنا احنا معانا صوره الهدف الثاني اللي هي عمل فيها التمريره الطوليه هتلاقيها في الحالات موجوده برده، بتوضح التمريره ازاي اللعيب محمد مجدي قفشه ازاي اللعيب يقدر يضرب 3 خطوط بتمريره واحده. صحيح. ده قيمه نادره للاعب ممتاز زي محمد مجدي قفشه. ازاي بيطلع لك بتمريره اسمها تمريره كاسره للخطوط. دي الخريطه الحراريه بتاعه تمريرات محمد مجدي قفشه وفي كل حته. بس هو طبعا كان مركز ان هو في الشوط الاول بيلعب جناح ايسر بيخش للعمق في المساحه اللي احنا قلنا عليها اللي هي ورا الارتكاز لعيب فوسوني كوليبالي اللي هو كان بيلعب في الترجي. نبص بعد كده على ارقام اكرم توفيق برضو. اكرم توفيق اكتشاف، عمل ماتشين حقيقه هايلين. اكتشاف صحيح. في مركز دي الخريطه الحراريه بتاعته اللون الاحمر ده دليل ان هو كان بيتحرك في المنطقه دي كتير جدا، يعني المكان ده ملتهب من كتر ما اتحرك فيه اللي هي اللون الاحمر. الاصفر ده برضو اللي هو اتحرك فيه. بص اماكن تمريراته بسم الله ما شاء الله. ارقام اكرم توفيق نبص بقى على ارقامه هنلاقي حاجات مميزه قوي لاكرم توفيق. اكتر لاعب لمس الكوره في النادي الاهلي امبارح اكرم توفيق. لمس الكوره كم مره؟ 96 مره. رقم كبير جدا. ان لعيب بيلمس الكوره 96 او 100 مره ده لعيبه بتحصل في الدوريات الاوروبيه اكتر. دليل على ان اللعيب ده كان محور بناء الهجمه من تحت. نكمل بقيه الارقام برده هنلاقي ان هو اكتر لاعب عمل تاكلينج صحيح وتملي. بنقول لسه كنت بقول لحضرتك ان هو لعيب روحه عاليه قوي، لعيب بيلعب عنده شخصيه وعنده روح. دي ميز بيلعب بقلب. فالتاكلنج بتاعه عامل 7، رقم يعني ما بيحصلش تقريبا في ان لاعب بيعمل 7 تاكلنج صحيح في ماتش. اكتر من فاز بالتحامات ارضيه مميز قوي بحته الالتحامات، كسب 9 من 13. ده بياكد لك ايه برده؟ بياكد ان هو بيلعب بروح وبيلعب بعزيمه واصرار، بيخش بيوقف خطوره حمد الهوني. وحتى هو كمان كان في الحوار اللي كان معمول بيقول له انت لما راح عليك حمد الهوني وبعد كده راح عليك انيس البدري قال له ده الحمد لله ده توفيق من ربنا. يعني شتت الكوره مرتين واكتر من ارسل عرضيات 6. يعني ده دليل ايه؟ دليل ان هو بيدافع وبيهاجم طبعا. ممكن كان يقولوا ان اكرم توفيق في الدور ده هطلب منه ادوار دفاعيه بس، لكن هو كمان كان بيهاجم وبيصنع فرص. عامل 5 تمرير طولي بيحضر الهجمه من تحت، منع تسديده مؤثره. وبالتالي انا شايف ان اكرم واحد من اهم المكاسب وهيعمل منافسه مع محمد هاني في مركز يعني احنا كنا مقلقين قبل مباراه الذهاب. طب هاني لما يغيب طب مين يحل؟ طب اكرم توفيق ولا رامي ربيعه ولا احمد رمضان بيكهام؟ اكرم لما لعب هي بتبقى فرص. صحيح. اللعب في النادي الاهلي اللي بياخد فرصه لازم يتمسك بيها طبعا، وده اكرم توفيق نفسه من خارج. ولازم يثبت نفسه واكرم توفيق هيعمل منافسه مع محمد هاني بعد كده. بيتسو لما يجي يفكر مثلا في مباراه بيراميدز، طب ما انا بيراميدز مثلا عندهم رمضان صبحي او ابراهيم عادل،
طب انا لما اجي افكر احط اكرم توفيق ولا محمد هاني هتلاقي فيهم نفس. والله المنافسه دي في مصلحتها بتاعت المصلحه وزياده الطمانه عند الجماهير. انا بقول لحضرتك دي لما تيجي فرصه للاعب في النادي الاهلي ده مثال لازم تتمسك بيها لان الفرص ما بتجيش تاني خاصه في الانديه الكبيره اللي زي النادي الاهلي. طب دي نقطه مهمه جدا. على كل حال هي الفقره خلصت بس الحمد لله احنا قدرنا ناخد من حضرتك كل المعلومات والتحليلات المختلفه المهمه. نورتنا بجد يا دكتور وان شاء الله تكون معانا تاني. ان شاء الله استفدنا واكيد الجمهور كمان استفاد. نور حضراتكم ودايما متالقين. وعايز برضو اكد في النهايه ان احنا لسه ما نفرحش أيوة. زياده عن اللزوم. نقطه مهمه جدا ان احنا بنفرح دايما في النهائي دايما بنفرح بعد ما ناخد البطوله. اه فرحنا امبارح من النهارده بقى نبدا نركز في مباراه الدوري نبدا نركز في مباراه النهائي ان شاء الله. ان شاء الله سعدنا بوجودك وتشرفنا واستفدنا كمان جدا من كلامك المظبوط والمدعوم. فان شاء الله نرجع نلتقي بحضرتك مره ثانيه على خير. بنشكر حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده وان شاء الله بكره يتجدد اللقاء. صباح النصر. ايوه صباح النصر.